وربها جنابات وزيح ماء تحولا، غير ان غير اني ارى ان التحولات ليست قوالب يمكن تطبيقها على المجالات المغايره، فكل مجال محلي له خصوصيته وله قوالبه وقواعده الى غير ذلك. بالنسبه للتدخل الثاني، استاذ عبد المنعم مدى تاثير السياحه على التنميه المحليه. دور السياحه في تحقيق الحراك الاجتماعي افقيا وعموديا. بالنسبه للتدخل الثالث، حاول رد التنميه بالتحديد، والتحديد لا يمنع دوره العمليات النوعيه الشامله والمستدامه. فاذا كان التحديد هو عمليه هدم وبناء كما يرى الاستاذ، فماذا يجب ان نهدم وماذا يجب ان نبني؟ وشكرا. سيدي الرئيس، قبل تعقيب على المداخلات أريد أن أقدم توضيحا لهما. رئيس شعبة أخرى في كلية الآداب جامعة الإجتماعية، كان بودنا أن نكون مشاركين حقيقيين في هذه المهمة، كان بودنا كذلك أن لا نحرم من متعة مقاسمة المجال المعرفي تخصص، وكان بودنا ثالثا أن يكون لهذه المنصبة الحقيقي الذي تستحقه لموضوعها أولا، لطبيعة المشاركين فيها ثانيا، ولكونه نسبة كبيرة جدا من طلبة هذه الكلية وفي تخصصي الجغرافيا والاجتماع قادمين من الواحد. اعتبارات ذاتية نظرها بكل موضوعها، بالنسبة لي سيدي الرئيس ما تقاطعني. ما تقاطعش تعمل. غاديش نقول. نقول بأننا حرمنا من متعة المقاربة التشاركية التي نتقن بها كثيرا. وحرمنا حتى من الاخبار، والدليل على ذلك انه ما كاينش اساتذه الجغرافيا لا القرابه ربيع حيت نعمهم جاي من الواحد. ثلاثه، نحن لا نقف عند ما نقيم. صحيح ان هذه الدول هي بادره الاولى لتشحذ الاجتماع ووحيد فيهم التضحيه وكلكم، ولكن صحيح كذلك اننا لا نبني على قرار. ذكر الاستاذ عن كده ان هذه المؤسسه كانت فائده في تنظيم الواحد والواحد. فمشاركة الموجودة هو المهم، لأننا ننطلق من فرع، نؤمن بأن الجامعة هي أول وقت كل شيء تأسيس وتعرف علمي، باش تكون واضحين على هذا المسألة، هي العلاقة بالندوار. أنا سؤالي بسيط وعادي، ويسمح لي الإخوان ديال اللجنة المنظمة غادي يفسروا لي شنو هو العالم القانوني وشنو هو الواحد. إذا خصصوا لي غير هذه المسألة غادي نكون مقتنع بهذه الندوار جدا، باش ما نديروش ما نسميهاش الخطأ. حتى واحد فينا منزه، ولكن مؤمن بان المغرب هو المغرب الواحد، ولكنه متنوع ومتعدد، فيه العالم القروي وفيه العالم الحضاري، ولكن ما كاينش شي حاجه تسمى العالم القروي وشي حاجه تسمى الواحد، باش تفهموا هذا المسألة. عاود للمداخلات، بالنسبة للملاحظة، نبدا بالأستاذ عبيدي. أنا عندي سؤال بسيط جدا، السياحة الثقافية جميلة، ولكن المغرب راه كله جميل، أنا شنو يتفتت إحدى الواحد الثاني؟ طيب، هذا اللي تقول الناس اللي كيجيبوا لنا ذوك السواح الطاق، الناس اللي من لندن ومن استراليا وكيجيو هذو تما، ما عندوش تاريخ هذو، الريف ما فيهش تاريخ، الفصل المتوسط ما فيهش تاريخ، لا، مغربنا واحد ونؤمن به بمكوناته كامله، كل مغارب المغربيه لها رصيدها من السياحه الثقافيه. السؤال ماشي هو هذا، انا السؤال ديالي تقدم، جغرافيا تقدم ولكن اشعر بذلك، هذا هو المهم الذي مسؤول عليكم انتم كعلماء الاجتماع. تأثيرات الاجتماعية السلبية ديال السياحة الثقافية، إن شاء الله سي حاج قيد الأستاذ الحاج تأثير السياحة الجنسية. إيوا ولكن راه السياحة الثقافية هما حقا مشي، واش قبل ما نوصل بأن أبو مدام دخل الكلام الطلياني اللي جايب معاه القضية ولا شنو تلبسوا مع ولادك، ولا غير حيت شنو لبسوا كذا وكذا يقولوا لهم خيمة راه السياحة الثقافية. أسيدي راه في الأطلس الكبير راه خلقوا مشكلة حقيقية. كانت تيجي الميديانا فيجلسوا فيها ولادنا وداك الشيء، ولكن دابا ولادنا في المدينه ومن اللي كيسكتوا سالي تحيا. السؤال الثاني فيما يتعلق بلا استاذ حاحل ما تناقش حاول تسال الثاني شكرا.
منذ على الاقل 5 سنوات قريت من المهمه قريت هو فوض المغربيين اكبر استثمار كاين في البلاد كاين اليوم وماشي ديال اليقظه العالم كامل صحيح انه اليقظه صاروا العائد ديالهم ولكن هو راه شكون عبد الخريط لان عندهم فلوس اليوم باش تقلبوا المعادله وغادي يكونوا داخلين داخل الخطوط وداك الشيء شنو هي شنو هو الفئه ديال المجتمع اللي فيه انا هي تقول بانه المساله في المجتمع المدني مهمه ولكن المجتمع المدني الهويات مازال ما حسناش فيه اي مجتمع مدني اي مجتمع مدني واي جمعيات دينيه سبب ذلك المقاومه البشر في وسط الفلسطيني بعد هذه الفكره كانوا كيتشقاو من الضغط اللي كيقلبوهم السياسي وداك الشيء ولكن انت ولادهم راه هما اللي يقلبوهم اليوم شكون اللي في الجمعيات باش تكون داخل العمل اللي كتقوم به الجمعيات اليوم واش هو المقاومه التشاركيه كما كانوش هادوك مشاو لفرنسا ديال الفرنسا الكبير والفرنسا الصغير وداك الشيء كما كانوش طلبه الجامعات اللي مشاو داروا الجمعيات هادوك غيديروها وغيخدموها بهذا الشكل اللي كان صوره ثم الفعل ديال العمل الجمعوي واش عنده تاثير حقيقي ولا غير فقط حيت البنو الصغير كيجيبو شويه ديال المساعدات الاجنبيه راه مجال مكان باش يعطي وجدوا الدعم القوم في هاد البلاد وهما كيعطيو ديالهم ما محتاجينش للمساعدات الاجنبيه القوم ديال المساعدات الا غادي يكون الامل التشاور كيديروا هنا ما نستناوش باش يعطيو هنا المنظمه الدوليه شكرا الى المشاركه في المخطط الذي سيتناسبوا
وتصاريحها يعني حتى تلاحظ انها تساهم بشكل كبير جدا في تفعيل هذه المختصات وتطبيقها باكثر من ذلك نوجه اليها. فيما يخص واحد الجانب هو انه الحق بكثره وبقوه على مؤهلات ثقافيه، مؤهلات ثقافيه ولمنطقات التاثيرات كوحدة كدور واحد على الصعيد العالمي، صعب بان واحد الجانب اكبر منها على الصعيد العالمي. الواحة التي مثلا الاستاذ رئيس زميلنا سي عمر هو في الكلام الضريب كله وحيد إذا إذا في اليوم سبحان الله ليس كله وحي، ما كان يقول بشيء كله كيف هذا أفضل؟ وربما يكون في التعليم الاجتماع حتى مقابل بينه هو ها شيء ما هنا مسألة القانوني والوحي كانت من الغرفة لا تقول بينه وربما نجد اللوحة لم تؤثر بمثل هذا الاستثناء وإنما تخصيص كان تأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء قوم من تنظر الدين وهو أقول الله تزوجوا تدخلوا كل شيء من الدين وفي هذا ليس الاستثناء ولكن فقط للتخصيص ربما كما أفراش هذا هو وليا مقصودا من لدى إجراء منظمة معلمة أشكر ربما الدخول لدى إجراء نية للدور من هذه القصة هناك باب يعني أهمية مشاركة يعني كل واحد مشاركة ملتي ديسيبلينير بحال الدور ديال المواد ثم يقول بأنه هذا السعني بكبر السعني يقول بأنه لا يجب أن تهمل هذه المداخلات الطيبة جدا عنصر الهشاشة الذي يشكل الصفة الطاغية على البناء أن البناء هي بيئة للشاء عندما نطالب مثلا بتشجيع الصحة الطاغية خسارة سلبية كثيرة جدا وحتى لو وضع مثلا البيئي والتطبيقية لا يحتوي وعلى قصد الهشاشة ذلك كما كان مخدم مثلا غير غاسيو او باستوريس راك تتجوز هاد المناطق الحاره راك تتجوز 600 متر مكعب في اليوم كيستهلك حاجه كتكفر الطالب اشار الى الهجره المتفقه لعدد من القصور اخرى ربما كان سي بايك باستوري غادي يجيب لنا التاثير من المجال يخدم على من خاص بطاقه تزيد اللي واحد القصور كبيره طاغره اللي فيها علاجته يعني الدفاع والمنحني مع الفعل بومباج مكتب والعكاس من عدد الهجره الدوليه على المتقابل إلى آخره. ثم كذلك يعني يجب يعني مثلا تشجيع السياحة الثقافية أن تفرض شروط صارمة على مستوى المحلي طبعا خصوصية المجال وكذلك الإنسان عندما تكلم عن الإنسان تكلم عن القيم. ثم كذلك بأن السياحة الثقافية لعبنا بين المغرب كي يخدم السياحة قطاع السياحة تقاطر التمويل يعني يجب ان تصور هذا القطاع حتى ينعكس ايجابا على جميع القطاع الاخرى والمواقع الاجتماعيه. قطاع السياحه الثقافيه جد محدوده ومن سلبيات مثلا النهج والسياسه السياحيه في المغرب انها سيلكتيف انها سيلكتيف عكس مثلا نشر مثلا المغرب يشجع واحد السياحه دلوكس في حين مثلا تونس اللي هو دوله سياحيه رائده كتشجع السياحه توريزم دو ماس والسياحه الثقافيه يجب محدوده تشتت واحد الدنيا على مستوى المحلي. بالنسبة لزميلي العزيز جان هو أنه إذا أخذنا باعتبار أن كل ما هو تقليدي تقليد عفوا تقليد تقليد قد يشكل أرضية خصبة لاستنباط أصول التحديث كما جاء في قولي مقولة جون بيليو وأخذنا كذلك بأن اعتبار اهتزاز أو وسطو أفئدة العرب عندما يوقع الحواكر الفرصة هذا دليل على أسرهم فهذه ربما شخصين أعتبرها دعوة رفض بما هو أصلي هو العكس ديال المقابلة التي كاينة في المغرب اللي يعني كانت أساس ديال مبادرة الوطنية للتنمية المباشرة البشرية التي تعتمد على يعني العودة إلى إحياء البنية التقليدية التقليدية لتحقيق تنمية امتداد عادلة ثناء أمور الخصائص المحلية وكذلك دعوة إلى التبعية برفض تأمل التمسك بالتقليدي وما كل ما هو أصيل والذي نعترف ولا العلم المثل التي يضعون كل ما هو تقليدي في إطار تخلف وشكرا لكم. أول تساؤل لما يطرح وبما يخص السياحة الثقافية أنه أولا أنقر من أجل صحة السياحة الثقافية مع الشتاء
يروج للثقافه الامريكيه. يوم عرض انا بلادنا هذا السياح مثلا في مصر جاء تاريخا قديما جدا. جانب اخر بالنسبه اذا كنا نتحدث عن السياحه الثقافيه في المنطقه فاشلت. هناك بشكل سهل لا يمكن وجود ان هناك سياحه ثقافيه مضيعه اجمالا اذا لم تسمي السياحه الثقافيه ديال المدن التاريخيه او الميلاتيريا. ربما هذه نوع من السياحه الثقافيه، ولكن ما يحدث في الصحراء فهو عباره عن سياحه فقط مفتوحه اما وبيئيه اما وطبيعيه، ربما داخل هناك سياحه استجماميه مرتبطه بمسابيح نظر نجوم الشمس، وفي الخارج ربما سياحه بعض المواقع الطبيعيه او محيطات في ايضا ناتورال المظاهر الطبيعيه الجميله جدا. جانب اخر هذه المداخله هو أظن يجب طرح تساؤل حول كل شيء مدني. إذا كنا نريد المال، نريد بمعنى تربية التنمية التقنية، السياحة الثقافية بجانب الجانب المادي والجانب المادي لضمان تنمية اقتصادية، هذا جانب. إذا كنا نريد السياحة بأجل تعريف ثقافتنا، هذا جانب آخر. لكن المشكل أننا لسنا نحن السياحة بكلا جانبي. المتحكم في السياحه في المغرب هي مجموعه من الشركات الاجنبيه مولتي ناسيونال ايدي بروبيراتور هما اللي يجيبوا الناس فيها، وحتى المحاربه ديالنا في 2010 هي محاربه مبنيه على دور شركات سياحيه دوليه اللي تغادي الناس فيها ماشي اللي تغادي، وبالتالي دور هذه السياحه بجميع اشكالها الثقافيه او ربما حتى الجنسيه لسنا نحن متحكمين فيها. فقط نحن عمال وكذا ومجموعه من الاوساط، لانه غالبا الربح الاقتصادي يعود اما الى المدن او يعود الى الخارج عبر هذه المدن مثل وكاله الاصفار ووكاله التنقل التي تاخذ جانب كبير من عائدة السياحه، بينما يبقى المنتج على مستوى المحلي. اذا كنا نريد ان نتكلم عن تنميه محليه وكاله القطار المساله التي تحسيس السكان باهميه السياحه كمورد اقتصادي او اشراك السكان، هنا يجب عدم خدمتنا او اشراك السكان لتمهيد رواج قطاع اقتصادي لفائده مجموعه من الفاعلين الاقتصاديين لخارج الواحه او خارج مجال المغربي، مع ما هي مشاركه السكان في وضع استراتيجيه لتمهيد مجال السياحي. وهنا ربما من التساؤلات المطروحه على السيد الفلسطيني، كيف يمكن ان نطبق واحد نظريا على المستوى الاحد نظريا بين المحاربه التشاركيه، ولدينا نعرف جميعا مستوى التربوي ومستوى المعرفي لساكنة المناطق العربيه المنتسبه للدوليه، وكذلك هناك تفارق بين اجيال الشباب الذين لديهم مستوى معرفي مرتفع ويديرون مجموعه نقابات او حزاب او مطلقين مع الجيل السابق الذي هو جيل مهم. هنا هناك من ناحيه نظريه طبيعه المحاربه التشاركيه في المغرب تطرح مجموعه من السيدات التي ربما من ناحيه التاريخيه ربما هي كسيره تباع اكثر مما هي قابله لتفتح انه لسنا في مستوى معرفي ومواطن قاطع ميزانيكو بتاثير الفورمسون ديال الموبيل. الدوزيام انترفونسيون سي الحاج بالنسبه للتنميه ديال المناطق الريفيه، اظن انه مداخله رائعه جدا، لانه مشكل ديال الدوله منذ سنوات لم تستطع تحديد البنيه التحتيه في اطار لقياده المشاريع التنمويه حبيبي المثل مثلا بعد الاستحداث كانت اولويه الفلاحه والاولويه للزراعه العصريه النسبيه، وهنا المجالات السهليه والاتحاديات في اعداد المالي واستثمارات ضخمه، لكن من خلال طمس معالي لا كان مهما في هذه المجالات. حتى بعض المجالات التي هي محتفظه جدا بهويتها الثقافيه كانت مثلا كانت هناك اجراءات العين الصغار وشركات العين الكبرى، بمعنى ان المجالات ذات المشعه التي هي اشد ارتباطا بثقافتها وببنيتها التقليديه وبمشعه الثقافيه التي تحمل بقيه على ذلك المجال، وخاصه المجالات الجبليه والمجالات الوحيده. بالنسبه للمساله ديال الكيك وهنا اختم، انه كيف ربما ليس هبه للكيك، ربما هو اعطاها سمعه سيئه، والدليل ان في حاله ليس فيه المجالات كما يعيشون والذين ليس
مليون مجموعه مساقه ومجموعه من ربما نوبيات كبيره جدا. الريكين ربما حافظوا على كرامته خلال الهجره ربما، خصوصا في محاكم الموضوع المسلمة محاربة مع الريف الغربي الذي كان هناك في رغم انه كان مشاريع كثيره ومشاريع كثيره مهمه في المنطقه الغربيه. شكرا حول مسألة ألا ترون أن هذه المراحل الخمسة التي تحدث عنها هناك نوع من الاستمرارية في التعامل، حيث أن الدولة الاستعمارية اعتمدت بشكل كبير على النخب المحلية التقليدية كأمغار مثلا، حيث حولته من أمغار يعينه السكان إلى أمغار تعينه الدولة الروسية. بعد ذلك كما قال ريميله الدولة الحديثة ودولة الاستقلال اعتمدت على نفس السلطة التقليدية وهو الأمرار، حيث انبثقت عنه ما يسمى الشيخ المغزالي والبقات انبثقت عنه فيما بعد الجماعات المحلية، بحيث نجد أن النخب المحلية هي نفسها التي تستمر في تلك الشأن المحلي. نفس الشيء بالنسبة حاليا حتى للمجتمع المدني الذي هو جديد بالنسبة للواحد الجديد وقديم، نجد أن أبناء الأعيان وأبنائهم الذين حصلوا فيها على تعليم جامعي وتعليم عالي هما حاليا الذين يؤسسون جمعيات محليه لمحاوله رفع ما يسمى هاجس التنميه ومحاوله تداول العجز الحاصل في هذا المجال. بعد كما قلت انا متفق معكم على فشل المجهود التي قامت بها الدوله سواء في العديد من المشاريع بدايه بما يسمى برنامج 12 وطني برنامج محافظة نظام جبل وحاليا استراتيجية التنمية القومية المندمجة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وشكرا. متابعتكم تنفيذ القوام على دول اتحادات اقتصادية مهمين قد يجعل مشروع فيما تتوجه، ومن هنا هل يمكن الحديث عن العولمة الداخلية بجانبها الاقتصادي ولا الإكرام؟ والجانب الثاني هو أن القرار اقتصادي إذا ما تناقض مع أهدافه فلا مجال هنا للحديث عن التنمية البشرية. السؤال الثاني موجه حول موضوع الثقافة السياحية أو السياحة الثقافية، هو حول أن الرهان الأساسي للسياحة هو رهان اقتصادي، والحديث عن السياحة الثقافية من جانب المستثمر هو شيء مستبعد وشيء ثانوي على اعتبار أنه مرتبط وعدد السياح والتأمين بالجانب الثقافي هو قليل، قد يكون مقتطع الباحثين والطلبة والباحثين في الموضوع، وبالتالي أن المهتمين سيكون قليل وعدد محصور، وبالتالي أن المهتم أن الاهتمام بالجانب الثقافي هو شيء عادي، ومع العلم أن هذا الدور حول الانفتاح الثقافي يعني أن وسائل الإعلام خلال الشبكات هو القنوات العالمية أن العباد والدور كبير يعني أن أصبح أمر متجاوز، مع العلم كذلك أن دول الجوار اللي تجمعنا معها صراعات حول المنتوج السياحي من الجنس يعني أو مصر تعطي صور كبيرة يعني أن أصبح هذا الاهتمام بالجانب الثقافي يعني من الناحية الاقتصادية هو شيء ثانوي في المجال الحديث عنه. شكرا سي ياسر. المهم 11 من الأشكال في إطار الجمعية التقليدية والتحديث نقارب المجتمع المدعي الآن أنه يمثل الشيخ والمريد كطرق انقسامية تطبق على المجتمع الخبري المغربي إبان الدراسات الانقسامية في تاريخ سابق. شكرا. شكرا. مقابلة المذكرة 12. الناس ديالها غير الناس ديالها هما اللي لازمين يعني
واحد. إذا وربما المسألة على الأقل أمل أعلم، ونحن أيضا تعلقه على يعني المجتمع المدني المتمثل في الجمعية، غير أن هناك مجموعة من المعيقات التي يعني تعود بالمحيطة يعني هذه التنمية، وهذه المعيقات تمثل أساسا بإجراءات الدولة. وهنا أتحدث يعني كفاعل جمعوي جمعية، قمنا بمراسلة مجموعة من المنظمات الخارجية، فكان الرد كالتالي: نتأسف لأن الحكومة المغربية لم تدرج البطاقة الرشيدية ضمن المستفيدين من المنح التي تقدمها المنظمة. السؤال الآخر هو يعني التنمية تعتمد على ثلاث مستويات أساسية، تجد الدولة يعني التعليم أيضا. نحن نعلم يعني التدخل العنيف الذي يعني تمارسه المؤسسات الدولية، نتحدث عن صندوق النقد الدولي خاصة في مجال التعليم، وهنا أتحدث عن أو إشارة إلى برامج إعادة يعني تقويم الهيكلي. وشكرا. المشاركة 14 مسألة فائدة الدخل الكلية وتدخلي حول مسألة التنمية للسنوات، أن التنمية مرتبطة بسياسة وطنية، والسياسة الوطنية مرتبطة بسياسة غربية، وهذه السياسة الغربية تحتل في قياسها إيديولوجيا تحدد الثقافة المغربية. ألا يحين الوقت، ألا يحين الوقت، ولم يأتي الوقت بعد للتنمية تكون عمقها الأساسي هو الثقافة المغربية أو الانطلاق من الهوية الثقافية. مسألة ثانية هي مسألة السياحة. السياحة شيء جميل جدا أن نتحدث عن السياحة، لكن للأسف الشديد الحديث عن السياحة كمصدر أساسي لتطوير الاقتصاد المغربي شيء مؤسف جدا. ألا يمكن القول بأن جاء الوقت كذلك لتقنين هذه السياحة؟ ونعطيك المثال عمان مثلا، سياحة متطورة كبيرة جدا، لكن تقنين واحتفاظ على الثقافة. مسألة أخرى موجهة للأستاذ شحاح، هل السوسيولوجيا مع السوسيولوجيا السوسيودينامية لتحديث وإعادة إنتاج الجينيات التقليدية، وواحد مسألة أخرى في الحركة التسمية، رفض التحديث يعني رفض ظهور التاريخ، ما رأيكم في ذلك أو ما معنى مفهوم التاريخ؟ شكرا للمداخلة 15. أولا أشكر طلبات وحضور الكريم، وأشكر السيدة الكرام على تنظر الكريم. مداخلتي هي كالتالي، عندما نتحدث عن الحكم التنموية نتحدث عن فلسفة دولية. المغرب استقطب ممكن يكون أساسي من التجربة الدولية، خاصة التجربة الأنجلو ساكسونية. أي ما يسمى المسيحة الدولية صحيح المجتمع المدني من أجل أن يدخل في مشروع التنمية، ومن هنا أرى بأن الدولة المغرب كمليخ على عاتقها الاقتصاد أو أي اقتصاد التنمية، أنا ما اخترتش بواحد الطريقة اللي هي إيجابية. علاش؟ لأن عندما نتحدث عن التنمية في العالم القرن الواحد والتنظير ديال الدولة، هناك فرق كبير بين ما هو ميداني وما هو تنظير. أي أن الدولة ما أن الجهات المسؤولة عنها ودور الجمعية الجامعة ودور المعاهد ودور أنها ما كديرش دراسة ميدانية بالواحد أو القرى باش تشخص مدى إمكانية تطبيق نموذج معين من التنمية مثلا. وهنا لأن وهو في الأستاذ القسطاني أرى بأن النموذج الجوي هو النموذج القريب إلى أنه يطبق الواحات أو القرى. علاش؟ لأن خصنا نضربوا ما هو كائن، شنو عندنا باش نضربوا في الدولة التنمية. والنقطة الأخرى هو نتحدث عن آلية من آلية واحدة تنظم من تنظيمات في كتاب التنمية، ألا وهو الجمعيات. نتحدث عن الجمعيات لكن ما هو واقع هذه الجمعيات خاصة في العالم القرن الواحد. ألا بأن طلاقا بالبحث ديالي أرى بأن واقع الجمعيات كهيئة من عائلة المجتمع المدني تعيش واقع مزري. خصوصا أولا مشكلة التمويل، أي تمويل يوقف الجمعيات تمويل دولي أجنبي، تمويل محلي عبارة عن تمويل ديال المنخرطين. كيف يعقل أن نتحدث عن المية من طرف الجمعيات بتمويل أجنبي أو بتمويل من طرف المنخرطين؟ ومن هنا أرى بأن الدولة ترفع الشعارات نظرية أكثر مما هي قادرة للتطبيق في الواقع. وهناك نقطة أخرى هو إشكالية ديال الجانب المجتمع القروي. المجتمع القروي عندنا لم يستطع بعد لواحد الدرجة كبيرة، وربما تساءل هل هناك نقص في الأوضاع أم لا، لم يستطع
يشخص واقع العالم الطاوله المغربي، ولكن اذا شخصوا علاش ما كيعطيوش حلول مميزه للواقع هذا الواقع. شكرا متابعه ابو الصاج. والسؤال الثاني المتعدد الاستاذ محمد الصاج، وهو كيف يمكن اعتبار التقنيه تلعب دورا اساسيا في التغيير اذا لم ناخذ بعين الاعتبار القيم الثقافيه التي توجد في كل مجتمع على حده؟ وشكرا. اخي المداخله الاستاذ جمال، الموضوع هذا محتاج اشكر جميع الاساتذه المداخله القيمه الناس الذين يقومون
أو ينخرطون في هذا أو الفئة التي تستهدف هي عامة الناس. وكنت منذ البداية قلت بأن السياحة الثقافية موجهة لفئة معينة، فئة مثلا عندنا زاوية سيدي حمزة تضم يعني مكتبة من أعرق المكتبات ولها شهرة عالمية، ويمكن للجامعة، أنا شخصيا مثلا اشتغلت مع فريق من اليابان، كان همهم هو البحث عن الثقافة في واحات البلاد، بمعنى هذا السيد ملي كيجي ما كيفسدش القيم ديال هذوك الناس، لأن ما معنى لأن قصدا حينما نقول أن السياحة الثقافية موجهة لفئة معينة بمعنى أنها فئة راقية، وفئة راقية أنها تحترم، الشرط الأول هو أنها تحترم قيم المجتمع أو قيم المجال الذي تتحرك فيه، ولكن حينما ما نجد أن الفئة القادمة أو السياح القادمين لا يحترمون القيم، أعتقد هذه السياحة يعني يمكن صنفها في مجالات أخرى. مسألة كذلك ربما بالنسبة للسؤال اللي طرحه الأستاذ عمر، لو كنت يعني لو كنت مستدعيا مثلا من طرف جامعة مولاي سليمان أو جامعة الخديعية بني بلال، كانت الورقة التي سأقدمها هي ربما المشاكل أو لا ورقة حول سهتادنا، إما أقدم يعني ورقة حول بني عمير أو بني موسى، لو كنت كذلك هذه الورقة مقدمة في جامعة ربما بن زهر في أكادير، سأشتغل على منطقتهم هذا المجال. لماذا؟ وعيا منا، وربما هذا الوعي الذي بدأ يتشكل عند كل الأساتذة، وعيا منا بأن الجامعة ينبغي أن تساهم في المحيط الذي تنتمي له. وهنا أميز، صحيح أن كل المجتمع المغربي، المجتمع المغربي أصلا له تاريخ طويل، تاريخ يعني يعود، ولكن هذا التاريخ هو مميز بالنسبة لكافيلات أو واحات كافيلات، لها تاريخ مميز. كذلك حينما ننتقل إلى منطقة أخرى نجد أن لها تاريخ يميزها كذلك. لا أنفي يعني أن فقط، ولكن بالنسبة لنا أن منطقة كافيلات نظراً لما شكلته يعني عبر التاريخ، نظراً لأنها كانت تشكل ملتقاً حضارياً، فلها هذا التاريخ. وأعتقد نبدأ بالسياحة الثقافية، نبدأ بنا إحنا المغاربة اللي يقرأ، كنا خصنا بعدا نديرو السياحة الثقافية ونجيو نتعرفو على هذه المنطقة هذه. حين ربما كنت كذلك حريص جدا، لأن حينما استعملت السياحة الثقافية ودورها في تنمية الواحات المغربية نموذج واحات الثلاث، وكنت أقول دائما أن هناك منتوج يمكن، بمعنى أنني أن واقع كافيلات ينبغي أن نساهم في تنميته، ويمكن لهذا الغنى الثقافي أن يساهم إلى جانب ربما تدخلات أخرى، ولكن أنا اشتغلت فقط على السياحة الثقافية ودورها في التنمية، لا يمكن أن أدرس مثلا الهجرة، وهذا موضوع آخر، لأن حينما ندرس الهجرة هو موضوع آخر. نفس الشيء أعتقد حتى بالنسبة للأستاذ المتدخل الأول، صحيح ربما مفهوم التنمية ينبغي أن يحدد ما هي التنمية التي نريد ربما، أو ما المقصود، المفهوم الذي نريد أن نتبناه، ولكن يمكن منهجيا كنت دائما مرتبط بالسياحة الثقافية كمفهوم، وأحاول أن أشخص يعني هذه الواحات والمنتوج الذي يمكن أن يكون منتوجا سياحيا بدون سياحة ثقافية. لأختم أن السياحة الثقافية أؤكد عنها يعني لا تروج لها الشركات. السياحة الثقافية المسؤول عنها هي مؤسسات البحث الأكاديمي. كذلك السياحة الثقافية تستهدف فئة معينة، بمعنى أن الربح المالي يكون هو التالي، الربح ربما التاريخي جيد، لأن هذه السافلة ينبغي أن تستفيد اقتصاديا، والسياحة الثقافية لها فائدة اقتصادية، لها ربح مالي، ولكن في درجة ثانية أن الربح المعرفي بالنسبة للسائح هو الأول. كذلك أن السياحة الثقافية تراعي خصوصيات وقيم
منطقة منطقة وتحافظ على البيئة. من أهم مميزاتها أنها لا تساهم، لأن السياحة أصلا سياحة الاستجمامية تساهم في تدمير البيئة. ربما هذا على ذكر السي عمر أن الجغرافيين أشاروا في كتابات كثيرة أن السياحة أصلا تساهم في تدمير البيئة، مثلا على مستوى الماء خصوصا في المنطقة هنا. إذا كان الإنسان العادي يحتاج إلى كمية معينة من الماء اليومي في اليوم، فالسائح يحتاج إلى أكثر من 30 لتر في اليوم، مما يهدد يعني حتى المخزون المائي للمنطقة. ولكن بالنسبة للسياحة الثقافية هي تساهم في الحماية أو في حماية البيئة. وشكرا. شكرا سي عنبي. الآن سجح. شكرا. إذا باختصار شديد ونظام الإكراه هذا الزمن، يمكن أن ألخص ردي بشكل تركيبي حول مجموعة التساؤلات في إعادة توضيح الإشكالية التي انطلقت من هذه المداخلة المتواضعة. فالإشكالية هنا حاولت من خلالها أن أطرح نموذجين اجتماعيين ثقافيين، نموذج تقليدي ونموذج حديث، وأستحضر هنا المفهوم النظري أيضا المشيد لمفهوم النموذج. ما يوجد في الواقع قد لا يختزله النموذج، الواقع يضل أعقد وأشمل. إذن الإشكالية أو الأطروحة التي أدافع عنها أساسا، لا يمكن تصور نموذج تقليدي خالص، كما لا يمكن تصور نموذج حداثي أيضا أنه لم يكتمل ولم يصبح كذلك، بل يمكن الحديث عن نموذج ثالث ناجم عن صدام وصراع ومجابهة بين النموذجين، وهنا أستحضر التاريخ كأفق. إذن لو اكتفينا بالنموذج الأول التقليدي، هنا أحيل على الأطروحة الثالثة التي تطرقت إليها، فقلت عنها بأنها أطروحة هوياتية جوهرانية، وأشرت بالضبط إلى قوى سياسية اجتماعية سميتها بالقوى الإسلاموية، لوسيفيكسيزم يعني كدليل على نزعة. ولما أقول إسلاموية لا أقصد الإسلام كدين، بل أقصد الاستغلال السياسي الفش للدين. وأقول لصاحب السؤال ليس هذا اسم أو تسمية مذمومة، فمنطق الحكم الأخلاقي ليس مجاله هو العلم. إذا كان هناك من رد فالرد يكون معرفي، وهذه أطروحة لها مكانتها في السوق المعرفي، أحب من أحب وكره من كره. ثم أيضا الجانب الآخر، لما نميل إلى الأطروحة أو النموذج الثاني التحديدي، نحن نتحدث عن الحداثة كأفق، كإمكانية هادية، وأستعير هذا التعبير من هوري لوليبر، كإمكانية هادية يعني يمكن ولا يمكن أن تتحقق. ولكن أعود إلى سؤال مرتبط بنفس المسألة طرح أحد الإخوة، سؤال حول إذا كانت عملية التحديد هي عملية تفكيك وهدم وفي نفس الوقت بناء وإعادة بناء، فماذا الذي نريد أن نبنيه وماذا الذي نهدمه؟ بكل بساطة نريد أن نبني الإنسان، لا كونديسيون إيمان، الشرط الإنساني. وهنا قلت في مداخلتي بأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وفي عمقها النظري، وأحيل هنا على أمارتيا سين، يعني لو تم أخذ جوانبها النظرية العميقة والآفاق التي تفتحها بالتركيز على الإنسان كشرط وكغاية من التنمية، نقول بأن التنمية هي بناء الإنسان والشرط الإنساني في كافة أبعاد تجربته الحياتية، سياسيا أي الديمقراطية، اقتصاديا التوزيع العادل للخيرات، ثقافيا أيضا احترام الخصوصية الثقافية، ولكن ليس بالمعنى الهوياتي الذي يكرس نوع من الانغلاق والهوياتية النقوصية ضدا على الآخر. وإلا نتحدث هنا عن ما يصطلح عليه أحد فلاسفة بوريكور بالأنا وحدية ليبسيتي، أو الوجود أنا وحدي مع ذاتي، أو الأنا المتوحدية. وأخطر أشكال التطرف لو تطرفنا في هذا الأنا وحدية وغلقنا بها على العالم، لأنتجنا
وننتج أشكال ونماذج تتصارع مع نماذج أخرى، في حين أن الواقع يستند إلى منطق التاريخ وحركة التاريخ. أضيف بالنسبة لسؤال أو سؤالين، ركز على أن مسألة إعادة البنية التقليدية ليست راهنة بالعالم أو المجتمع القروي، صحيح جدا. فأعطي المثال بالنسق السياسي المغربي كمثال بارز وساطع. فالنسق السياسي المغربي أحزاب أو مؤسسة ملكية، وأركز تحديدا على المؤسسة الملكية كفاعل مركزي في النسق السياسي، حينما نحددها وعلى أي أرضية تشتغل نجد بأن هناك أرضية يتداخل فيها التقليدي أو التقليداني بالحداثي أو التحديثي، وهناك لعبة للتوفيق أو ما يصطلح عليه عالم الاجتماع السياسي فيليب برو بليفي كاميليون، يعني الوجود بالشكل المناسب في المكان والزمان المناسب، واللعب على التقليد في لحظة التقليد، اللعب على الحداثة في لحظة الحداثة والتحديث. دونك إذا أعطي فكرة عن المؤسسة الملكية، فالنسق السياسي أو المؤسسة الملكية تتأسس على أساس ثلاث حقول مركزية، حقلين يحيلان على التقليد والانغراس في التقليد والتقليدانية، ثم حقل ينفتح بشكل أو بآخر على التحديث أو الحداثة. إذا الحقل الأول باختصار هو حقل الحاكمية أو ما يسمى بالحاكمية الإلهية، الذي يجد سنده في مرجعية فقهية سنية وشيعية بالأساس، فشخص الملك يحكم باعتباره إمام. ثم الحقل الثاني حقل التحكيم لاربيتراج، هنا يبدو شيخ أو شخص الملك، وهذا ما فصل فيه كثيرا الأدبيات الانتصابية، يبدو شخص الملك كحاكم يحكم باسم التحكيم لأنه شيخ زاوية كبرى، والأسرة الملكية وفدت من خارج المغرب منطقة الحجاز تحديدا، وبالتالي فهي غير متورطة قبليا ولا في النزاعات والصراعات بين الفرقاء السياسيين والاجتماعيين، وبالتالي فوضع التحكيم الذي يمنحه وضع شيخ الزاوية يمنح لشخص الملك أن يتدخل في آخر المطاف ليفصل بين الفرقاء المتنازعين. وأعطي الفكرة هنا بخطة إدماج المرأة في التنمية وخطط أخرى، كان صراع بين طرفين، لكن في آخر المطاف يتدخل شخص الملك كرئيس للدولة وكحكم ليحسن. الحقل الثالث باختصار لكي نفهم هو حقل التحكم لو كونترول، والتحكم كحقل يجيش قاعدة التقليد، يجيش حقل التحكيم، يجيش حقل الحاكمية، ثم ينفتح على حقل الحداثة السياسية الغربية باعتبار أن الدولة المغربية هنا ورئيسها يشتغل أو تشتغل على أسس العمل أو النسق السياسي المعاصر، دولة الحق والقانون، دولة المؤسسات إلى غير ذلك. إذن التحكم هنا بقدر ما نقرأ به المؤسسة أو النظام السياسي في شخص مفهوم المخزن. لماذا؟ لأن التحكم يعني التحكم في جميع مصادر القوى السياسية واقتصادية وغيرها. فالمخزن حتى بدلالته اللغوية لوكوفر هو مخزن، أي مستودع نجمع فيه كافة السلطات. هنا فالفاعل السياسي الأساس يشتغل كمتحكم في الحقل الديني، متحكم في الحقل السياسي، متحكم في الحقل الاقتصادي، وبالموازاة أو في منطقة الظل آنذاك نتحدث عن حكومة وأحزاب وبرلمان إلى غير ذلك. إذن هذه مشكلة، إذن الحداثة تنتج نقيضها بالمفهوم الفلسفي، والتجربة تجربة التحديث تنتج مفارقاتها، وهذا قدر. لكن التعامل مع المسألة كما قلت على أساس رؤية تستحضر التاريخ، إذن ليس هناك نموذج خالص يعلى أو يعلى على الواقع، هناك نماذج تتصادم ولكن حركة التاريخ مستمرة. إذن استسمع وأفتخر بك الآن أستاذ القسطاني. سأحاول هنا أن أجيز وأشكر جميع التساؤلات التي خصت. واش هي قارئة؟ سي جيما سوايا حاضرة، حاضرة نعتدى أنها بالسعودي باش تدوز السوق ديالها تسد ديالو في النهار كامل. إذا هذا مشكل، واش
بحيث ان الناس اللي كيشتغلوا على الواحات تيقولوا واش حنا بعدا حنا قريه راه ماشي قريه، لان اللي كيحدد القرى اصلا الزراعه. وصحيح الواحات فيها زراعه، ولكن اللي كيحدد الحاضره الصناعات والتجاره، والواحات فيها الصناعات والتجاره. نحن في عالم يختلف عن العالم الكهربي، يجب ان نميز هذا تمييز منهجي دقيق، ونحن واعون بوضع هذه العلوم. هذه حسبنا فينا ابن خلدون ناقش هذه المساله، نادر معروف ناقش هذه المساله بالشريفه الجغرافي بالشريفه بروب بوب الالماني في مناقشه ديالهم الفيديك الدراسه ديالهم على الفيديك اعترضهم هذه الاشكال. هذه حسبنا فينا موت واحد طرح هذا الطالب وانا اشكره، وموت واحد هذا الاشكاليه، واشكاليه في النقاش. يعني هناك من يطرح بان الواحات مهدده بالانقراض الموت، وهناك من يقول لا، وهنا الوعد الثقافي. وسارجع للمساله ديال الهويه، لماذا ركزت على الجانب الهوياتي ليس بمفهومه السلبي وليس بمفهومه الربحي. فالهويه هنا شيء يبنى، شيء متعدد، شيء مختلف. ولهذا وقد كنت دقيقا في المدخل النظري عندما حددت الحدود، كمفهوم بين الأنا والآخر، بين المحلي والعام. إذا فهمت أنت بأن الهوية تعني الأصولية، فهذا شأنه. في حين أن الهوية بالنسبة للأنا تعني الأمازيغية مثلا، الكهنة الأمازيغية كاين الهوية هي لا تحمل أي مدلول فتحي ولا أي مدلول ميتافيزيقي، وإنما شيء متعدد مختلف يبنى. وقد حددت في لابروش ايدونتيتير في لو ديفلوبمون هي اخر ابروش. وعلاش انا ما خلطتش لابروش ايدونتيتير مع لابروش بارتيسيباتيف؟ لابروش بارتيسيباتيف غير اون تكنيك، غير تقنيه داخل المقاربه الهوياتيه. ولهذا غادي نشوف في نفس الوقت على الاستاذ مهدان عندما طرح واش نديروا المقاربه التشاركيه مع الاستاذ رامو مع الاميه. بالعكس، التشاركيه جات للاميين، المقاربه التشاركيه جات للاميين. أما المقاربة التشاركية ما تطرحش في العالم المتعدد، بحيث أنه علاش كاينة كاع المقاربة التشاركية؟ لاستثمار واستغلال الثقافة المحلية. وعندنا نماذج أي تكتل ديال الجنوب ديال النموذج التنموي ديال أي تكتل، الأميين هما اللي قاموا به بالعلاقة مع لي روسورسيسون ديال الخارج، وإعادة الاعتبار للبنيات التقليدية الجماعية وللقيم الثقافية المحلية. يعني المسألة ما أنا كيبان لي بأن المشكل مقلوب، بحيث أن كما قلت في البداية المتعلم بعض الأحيان هو اللي كيكون عائق على التنمية. إن هذه المسألة خصنا نردو لها البال. ما يخص استمرارية التعامل الكولونيالي ربما الاستقلالي، كيقول عندنا بالأمازيغية أقيدوا اللي غيضا راسي نقلب، يعني نفس القشابة غير تقلبات، وحيت كتقلب عاد كيبانو العيوب ديالها الخيوط ديالها. انا متفق معك، فهناك استمراريه لاستغلال البنيات التقليديه سواء في الاستعمار او في الاستقلال، ولكن انا اضيف مع التشويه، مع التشويه. اذا كان الامغار ينتخب ديمقراطيا، الامغار في الاستعمار يعين، الامغار في الاستقلال اصبح موظفا، اصبح موظف. اذا هناك تشويه، ليست هناك استمراريه. في الاخير ربما اجبت عن اغلب التدخلات. ما يخص البدائل التي تحدثت عنها، احد الطلبه طرح هذا المشكل، البدائل التي طرحها الاخوان، بحيث انهم تحدثوا عن تعريف للتنميه المستدامه الى غير ذلك، وحاولوا الاجابه عن التساؤلات، ولكن طرحوا بدائل. ما هي هذه البدائل؟ تدبير الماء، استثمار اموال الهجره، السياحه، السياحه كبديل، والسياحه قد اثارت نقاشا كثيرا. وشكرا. شكرا سيد القسطاني. ساختم بدوري بكلمه موجزه. طبعا الحال ربما سيكون بامكاننا جميعا العوده الى كل هذه المداخلات وهذه الافكار لمناقشتها بالتفصيل حينما، يعني في اللاحق في المستقبل حينما نشعر. بطبيعة الحال تبقى اجتهادات، تبقى رؤى
نخطئ فيها احيانا ونصيب احيانا اخرى، والعلم بدون سرورة يتطور على نقاط خطا. فيما يتعلق بالمداخله الاولى ربما التي تنموني، التي حاولت ربما انها ان تقول ما لم اقول، وفرقت الميكانيكي ما بين التنميه والمؤسسات الماليه الدوليه، و دون الحديث عن خصوصا عن خصوصيه المحلي. منذ البدايه اشرت الى انما يؤتيت ان انتقل هذا المفهوم. الجمعويون لا يعجبهم هذا المفهوم، الذين اشتغلوا في دوله جمعويه، اشتغلت في جمعيات حينما كانت تشتغل بشكل تقليدي، واشتغلت ايضا او ساهمت في جمعيات التي تسمى بجمعيات نمويه، لكن في حدود معينه. هذا اعتقاد انا لا بشكل صريح، انا لا احبب مساله التمويلات الخارجيه، لست متحمسا اليها، لانني اعتبر ان البناءات الوطنيه لهذه المجتمعات المستخدمه لم تبنى على انقاض التمويلات كما يحدث الان، بل انها انبنت على انقاض. وربما الاستاذ اشار الى في حديثه عن الاطروحات، عن اطروحات الديناميه، الديناميات الداخليه والديناميات الخارجيه. يجب افراز ديناميه داخليه، اي افراز فاعل جمعوي، تنظيمات جمعويه قويه قادره على النهوض، ايضا دون ان ننسى مسؤوليه ودور وظيفه الدوله. يجب ان ننسى هذا، ان هذه المقاربه التشاركيه الجديده التي تلتقي مع ما يسميه ايضا نعيد الباحثين المقاربه ما بعد الامبرياليه، التي ترتبط بهذه المرحله، انها جاءت لكي تعمل على ان تنقذ هذا الوجه وهذا العالم المتشدد الذي قلت بانه منشطر ومتشدد اجتماعيا، لكي تحمل مسؤوليه هذه الازمه لاطراف اخرى للمجتمع. سبق ان تناولت مع طلبتي ثنائيه السلطه او السلطه الدوله والمجتمع، وكيف تتموقع السلطه في اطار هذه التحولات الجديده. لكن لا يجب ان ننسى بان البلدان المتخلفه كبلدنا داخل اقتصادات ضعيفه بطبيعه الحال لم تعرف مرحله الدوله العنايه التي ازمتها هي التي ادت الى ولاده هذه المقاربه الجديده. نحن لم نعرف بكل بساطه مفهوم الدوله العنايه لتال كوفيدونس، نعرفها. اذا المرور او العبور من دوله عنايه مأزومه لم يعد بامكانها الاجابه على المشاكل والقضايا النوويه المطروحه الى مقاربه من نوع اخر قد تكون صالحه في مجتمع اخر عرف ثروه طبيعيه، لكن نحن ما زلنا ربما نحتاج الى اصرار دوله قويه. كي اعود الى ملاحظه ربما الملاحظه حول التنميه البشريه، ومن يحتكرها الان تحتكرها او هي محتكره في خطب الدوله، اين هو الفاعل المحلي؟ يجب على هذا الفاعل المحلي انطلاقا من هذه الرؤيه وهذه الفلسفه الجديده ان يكون مبادرا، ان يكون مجددا. هو الذي يطرح برامج، هو الذي يطرح مشاريع، ثم يسهر على تنفيذها ومراقبتها كما هو الامر بالنسبه لتجربه بورتو أليغري بالبرازيل. صحيح على ان الاعتبار ان التبعيه برأس المال العالمي لا تلغي مع ذلك امكانيه قيام مشاركة حقيقية، لكن لا نكون عدميين أيضا، نقول بأن ما عندنا مجتمع مدني الفاعلين ديال المضاعف الإملاءات المؤسسات المالية هي اللي تبني لها، نحن متابعين. لا، إن تجربة بورتو أليغري في البرازيل أيضا كبلد متخلف أبانت على إمكانية تحقيق مشاركة فعلية حقيقية داخل المجتمع وعند مقرطة حقيقية للفعل السياسي وللخيرات الاقتصاديه، وبالتالي للسقوط بشكل طبيعي في خرطة مجاليه، اي ان تصبح مختلف المجالات متوفره على الامكانات الضروريه من خدمات عموميه، من نقل، من صحه، من تعليم الى اخره.
في ان يجب ان تكون هناك بالتالي تنميه متوازنه. اذا عمليه هنا انني انتقد ربما ما طرحته انتقده، لكن بطريقه ربما اعطيتها قويه، يعني ان صداها سيكون قويا حينما سافرغ هذه المقاربه من داخل هذه المجتمع المصدر لهذا الفوق ولهذه الفلسفه الجديده الا وهي الا وهو المجتمع الغربي تحديدا. فيما يتعلق ايضا دائما في هذا الاطار فيما يتعلق بالتنميه الوطنيه، بالتنميه باعتبارها او يجب ان تكون وطنيه، وهذه المؤسسات او العلماء ما اشار اليه هو من طبيعة الحال هناك العديد من الباحثين أشاروا إلى أهمية المؤسسات الدولية. صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على سبيل المثال جاو ما عرف في التاريخ باتفاقية بريتون وودز اللي تبرمت بالولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، وبعد منها قبل منها 1942 كان العالم الاقتصادي الإنجليزي كيف قدم واحد المشروع، قدم مشروعا بديلا من خلاله مشروع البديل لهذا المنظمة التجارة العالمية أسماؤه في ذاك الوقت لواتسي لأورغانيزاسيون انترناسيونال دو كوميرس، وربط هذه المؤسسة أيضا بمؤسسة عالمية أخرى للنقد مهمتها هو أنها تنتج وتحكم فيما يتعلق بالمبادرات التي تدور بين الدول، مبادرات دولية هذه المهمة ديالها. وكان البعد الحمائي الوقائي حاضرا لدى مقاربة كين، بمعنى أن أي دولة شفت الأهداف ديالها والمصالح ديالها كتهدد من طرف المنافسة الرأسمالية خصها يكون عندها حق الحماية، حق الوقاية يكون عندها الحق. الأمريكيين لم يتحمسوا في ذلك الوقت لهذا المشروع باعتبار قدروا ولم يتحمسوا باعتبار أنهم اندستريالية أن الصناعة ديالهم قوية. وقعت المفاوضات بطبيعتها مستمرة هي التقينا مع بريتون وودز والتقينا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي باعتبارهما مؤسستين مهمتين في مسرح يعني المال العالمي او التمويل الدولي. اذا الاستراتيجية هنا واضحة، غادي تجي من طبيعة الحال مع اواخر السبعينات وبداية الثمانينات غادي يكون لاعب اساسي البنك الدولي من غادي يطلب من هاد البلدان ذات اقتصادات متقلبة دير إعادة هيكلة لاجيستومون ستركتورال تقويم سياسة التقويم الهيكلي الاقتصادات ديالها، وتما غادي يبان تراجع ديال الدولة عن القطاعات العمومية دون كما قلت أن نمر بهذا السرور الطبيعي اللي خص تكون عندنا دولة عناية بالأساس. أكثر من هذا هو حينما مع منظمة التجارة العالمية لتحدث العديد ايضا من الخبراء والباحثين، وان المنظمه العالميه جعلت الدوله فوق منظماتها بما فيها تلك المنظمه الديمقراطيه التمثيليه بما فيها البرلمان. اذا الدوله منظمه التجاره العالميه تختار مديرون يتعاملون مع الدوله يضعون استراتيجيه الدول فوق المؤسسه التمثيليه ديالها. من كيف يعقل بالتالي السؤال اللي كنطرحه، كيف يعقل ان تحدث أو أن نصدر هذه التنمية من هذا البلد إلى بلدان أخرى؟ مسألة أيضا ديال التمويلات وانفتاح منظمات حكومية على منظمات فاعلة المجتمع المدني في بلدان عنا أيضا له استراتيجية معروفة أشرت إليها. وشكرا وكنشكر مرة أخرى الطلبة ديالنا على المداخلة. من 1200 كيلومتر مربع للسطح،
كبيرة الأوسط بين كتلة الكون وكتلة الكون هي ثاني أعلى كتلة في المغرب بعد جبهة القطب وحوض دارس. فرغم كون هذه المنطقة معروفة بدوام ديمومة جريان المياه بها تمثل أساسا في وادي الكون وبإنتاج الورود وبتراثها الغني والمعروف على الصعيدين الوطني والدولي، تعاني هذه المدينة كذلك من مظاهر عدة من التمويش والهشاشة والفقر، ويمكن تلخيص هذا في محدودية الموارد في لحام قلالة وقطاع غابوي ضعيف وقطاع سياحي مبتدئ وهش إلى آخره، وهبات المهاجرين من الخارج غير كافية، وتزايد السكان مهم، وتوسع عمراني غير منظم، وتطور بيئي مقلق إلى غير ذلك من النواقص التي تجعل من هذه المنطقة جيبا من جيوب الفقر. هذا إذا ما يضخم بخلاصة حجم متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة. تتجلى مظاهر العجز على المستوى المجالي والبيئي ثم كذلك الاقتصادي. تبدأ العنصر الأول محور هذا المدخل الأول يتمثل أو يعني جعل لتحيي بعض مظاهر العجز المجالي والبيئية. تعد مدينة قلعة الكونة مدينة صغيرة بساكنتها لا تتجاوز 14,000 نسمة. هنا ربما تطرح الإشكاليات تحديد الستاتيو للمدينة، فهو خاضع لمعايير عدة، وهو ممكن الآن منذ عهد السبعينات عهد التسعينات إلى جهاز وزارة الداخلية وهي التي تعين في المجال وتعطيها صفة المركز الحضري أو المدينة ومدينة صغيرة متوسطة أو كبيرة، يعني هناك معيار تجهيزات معيار كذا عدد السكان وكذلك معيار الوظيفة. فهذه المدينة الصغيرة تقع على طول الطريق الوطنية رقم 10 والرابطة التي تربط بين مراكش وكذلك هو فضاء واسع اللي هو كان أبرز موضوعي أو محور العديد من المداخلات لهذه الصباحية، وهي واحة التفيلات التي تعد كما قلت صباحا أكبر واحة في العالم، هي واحة التفيلات يعني تطلق رابطة تربط ما بين مراكش والتفيلات. تشكل سكنة المدينة أساسا من الوكيلين على أن القبائل يعني هي منطقة جدوين فقط للمحيط القريب منها، والقبائل هي أي توسيف أي تسفلات غربية وأي تسفلات شرقية، ثم هذه وذلك كان توزيع تقسيم هذه السكنة يمكن تقسمها مجاليا حسب قسمين، قسم المطل على واد الكون نجد كل من قبيلتي أجعيسي وقروي ثم الثغار والحارة والقلعة وزاوية ثقل وميرنا، ثم قسم المطل على واد دارس نجد به كل من أية العمران أية بوكر وثلاث نمرات. تعد هذه السكنة تعتمد السكنة أساسا على الفلاحة، وهنا يطرح السؤال هل المجال الذي تعتمد السكنة غالبا السكنة على الفلاحة هل هو يعني يمكن اعتباره مجالا حضريا أم قرويا، ولكن هذا يعني يجب التنبيه هنا أن الفلاحة تمارس خارج نطاق أو المدار الحضري أو مدار محدد لبلدية قلعة الكونة، بينما النشاط الرسمي داخل هذا المجال هو نشاط التجارة. هذه خارطة تبين لنا جهة السوس وهي إحدى الإكراهيات وأسباب تهميش المنطقة ومعاناتها نظرا للخلل الحاصل على مستوى التقسيم الجهوي، وهذا ليس فقط مقرونا بجهة مسار السوس الرعاة ولكن بالتقسيم الجهوي للطرق الوطني بأكمله، بحيث أن هناك عدة اختلالات تشوب هذا التقسيم مما يجعل من العديد من المناطق مهمشة. نلاحظ هذه الخارطة البعد الجغرافي ما بين المنطقة المشار إليها هنا في خارطة يشار إلى إقليم لها هذه الإفرادة بحيث الفوضى الحمراء هو إقليم ورزات، ولكن مع مسلطة لنا هذا الفليش أو السام يشير إلى منطقة يعني منطقة الدراسة هي قلعة الكونة تحديدا هي توسيف. نلاحظ البعد الجغرافي ما بين ما بين قلعة الكونة وأكادير التي هي عاصمة الجهة، بينما كان من الأفضل في نظرنا أن تكون منطقة ورزات منطقة جهة مستقلة تضم كل من ورزات وزاكورة، كانت الأفضل لإكتالة العواصر الموحدة بين هاتين القطبين أبواب ورزات وزاكورة، بالتالي أنهم ينتمون إلى حوض ورزات أو حوض ضرعة بيقسم بها طبيعي ثلاثة حوض ضرعة السفلى وضرعة الوسطى وضرعة العليا، أو أن يتم إدماج هذه المنطقة في محيطها القديم التاريخي أخذ باعتبار أهمية العمق التاريخي إلى جهة مراكش تنسي تخصص مراكش التي تربطها بالمنطقة علاقة تاريخية قديمة. تقوم المدينة أيضا على الضفة اليسرى لوادي الكون كما قلت جغرافيا،
الذي يوفر إمكانية بشرية في ناحية ملائمة، اطرحت موضع معدل التصريف للمياه، حيث أن هذه المدينة التي تتطور بسرعة نظرا لأهمية ودور العائلات عائلة الهجرة الدولية، كنت تتخذ إلى شبكة صرفين صحي، وهو شنو شأن العديد من المدن والمراكز الحضرية التي تتواجد بهذه المنطقة. بالإضافة أيضا إلى أن هذه المنطقة توجد موقع جغرافي، تقع المدينة بين وادين، واد نقول من الجهة الغربية ثم واد ذات الجهة الشرقية، وهو الذي يطرح إشكاليات صرف هذه المياه، حتى إذا مثلا أقمنا بإنشاء هذه الشبكة الماء الصرف الصحي، هل ممكن أن نصرف هذه المياه في هذه المجرين الأساسيين واللذين يشكلان عصبين للحياة بالمنطقة؟ كذلك عقب يشكل هذا عقب توسع المدينة، من حيث أن تتواجد كما قلت بين وادين أساسيين، تطل المدينة على واد يكون كذلك بجوف حاد، هذا يعني حاجز طبيعي لمدينة امتدادها نحو الجهة الغربية. أما في الجنوب الشرقي للمدينة تمتد هضبة على مستوى 1430 متر، والبسطة تشكل أرضية المطار مع قلعة بناها المستعمر، وهذا أصلا مصدر الاسم لقلعة مكونة، لأنها من القلعة التي بناها المستعمر وهي قاعدة عسكرية. وقد تم إدماج العديد من الدول التي يعني تنتشر بمحيط المجال المبني الرسمي، والتي أصبحت تشكل الآن معضلة أساسية في تدبير الشأن الحضري بهذه البلدية الصغيرة. هذا هو التصميم للمدينة قاعدة مكونة أو بلدية قاعدة مكونة. نلاحظ في الجزئين الذين ديبلوب هما يمثلون فقط المجال المبني الحقيقي، كل ما يفصل بينما هو عبارة عن مجالات عمومية أو مساحات خضراء، بينما المجال المنقط هنا وهنا في تنفي لابيتا ديسبيرسي، يعني السكن المنتشر، وأساس وهو مكون أساس من البناء السكني الهامشي الذي يتخذ له أغلب مقومات الحياة الحضرية الكريمة والرقية التي تحدد الإنسان كرامته. نسبة بعض الإحصائيات لتبين لنا مدى الهشاشة التي تميز هذه المنطقة، نسبة الأسر المستفيدة من شبكة الماء الصالح للشرب لا يتعدى 15%، وشبكة الكهرباء 50%، نسبة المدرسة والتأثير الصحي أضعف بكثير من نسب المعاناة على الصعيد الوطني. فيما يخص المظاهر العجز على مستوى الاقتصاد الحضري، أنا نبدأ بفلاحة التي قلنا هي أساس القطاع الاقتصادي للمدينة، 80% من الذين يتعاملون تشتغلوا بهذا القطاع حتى حدود السبعينات، حيث ظهرت قطاعات منافسة لهذا القطاع وكلها خارج تراب البلدية، إما على الصعيد الوطني فيما كان يمكن أن يقرب على الصعيد الوطني أو الدولي كذلك. فالفلاحة هي توصف بأن الإقلالة نظرا لحجم الاستغلالية التي تسمح لها بممارسة الفلاحة المعيشة والتي تتقلصوا باستمرار نظرا لعامل التوارث، كما تظل هذه الفلاحة مهددة بفعل عوامل طبيعية وبشرية كالجفاف وكذلك الفيضانات الموسمية التي أصبحت يعني تتكرر باستمرار في السنوات الأخيرة، والتي قد تفقر عائلات بين ليلة وضحى بفعل جرح الأطباء وما تخلفه من أضرار بليغة. 20% من الساكنة لا يملكون اليوم أرض فلاحية، ما يمكننا التفكير على ما هي البدائل، لأن الصناعة كذلك قطع الصناعة تشكل مدينة من عزلتها وضعف بنيتها الصناعية، إذا لم تتوفر إلى عالم صناعي خاصين وأحدهما أغلق سنة 1993. إحنا سمعنا المصنع، فالمصنع لا يمكن أن يفكر بأنه شو مصنع للشارع والشارع كبيرة، لا تتعدى الشغلة 900 عامل، وهي فقط تشتغل لمدة الشهر، يعني في مدة الجين يعني تطلب عملية تقدير ويعني استخراج مشتقات الورم. كما تجب الإشارة كذلك إلى الصفوة التي يمارسها أغلب هذه المصانع على منتجي الورم، مما أدى إلى يعني بالعديد من الأسر إلى التخلي عن يعني إنتاج وزراعة يعني زراعة المنتوج بالسمعة العالمية. ولم يعد ينظر إلى موسم الورود من طرف السكنة إلا باعتبار أن يتحملوا الجميع بفعل الغرامات التي تفرض على السكنة، وخاصة على التجار الذين يساهمون فعليا في يعني في 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 مراسم هذا الموسم. إذا كانت هذه الصناعة التي لم تعد قادرة على تلبية حاجة السكان وحيث تسويق المنتوج للمنطقة، فهي تشغل فئات محتاجة ومساهمة في رفع مداخل جامعة الرغيف، فكذلك هو شأن بالنسبة للصناعة التقليدية. الصناعة التقليدية التي أصبحت تتراجع يوما بعد يوم وتبدو عاجزة عن وفر الحاجيات الأساسية لممتهنيها. قطاع التجارة كذلك لا يخلو من متاعب رغم يعني تطوره من ناحية العدد، من ناحية عدد الممتهنين لهذا
التجارة، وخاصة الشباب الذين يستغلون العائدات الهجرة الدولية من أجل فتح يعني محلات تجارية محلية. هذه بعض الصور، ونفس الصورة من يعني من اليمين اليسار، الصورة هي بين قلعة، القلعة القديمة تاع الشعب المستعمر، والتي كانت في بدء الأمر يعني قلعة عسكرية هو الجنود ومحلة الجنود، ثم أصبحت كذلك سجنا للوطنيين، وبعد في المرة استغلت كذلك استغلت في نفس المرة. هنا غربلة استغلت هذه القلعة بسبب يعني أنواع استغلاليات زراعية متواضعة متواضعة جدا هي موجهة للفلاحة المعاشية. هنا العمودين الأساسيين أو يعني ليفوا خاصفة الطريق يعني طرق شارع الحسن الثاني وشارع محمد الخامس، وهنا المحلات الإعلانات التجارية التي أصبحت تنتشر بكثرة. هذا السوق الأسبوعي الذي يعد قطبة اقتصاد المنطقة ويشكل قبلة للعديد من ساكنات مجال واسع محيط بالمدينة. الهجرة الدولية التي هي ربما في نظري تعد السبب الرئيسي في استقرار السكن الأحد اليوم في هذه المنطقة، ولولاها لبدا هجرت ما أعدنا غير قاعدة مكونة بفعل كنا إقراءات طبيعية كبيرة جدا التي تعاني من هذه السكنة. بدأت الهجرة منذ يعني القرن بداية القرن الماضي، 85% من المهاجرين هم يعني مستقرون بفرنسا، تزايد التدفقات نحو الدول الأوروبية في فترة ما بين الخمسينيات وبداية الثمانينات، ولكن اليوم نعرفوا أن الدول المستقبلة أصبحت تقنن هذه الهجرة بأكثر. تراجع نسبة المهاجرين القانونيين كما قلت، ثم بداية الهجرة السرية مكتفى بدوافع في مجملها دائما اقتصادية، تشكل عائدات العمال للخارج حوالي 80% من الأموال التي تستغلها فرع البنك الشعبي في المدينة، ولكن تتلقى حوالي 260 أسرة حوالات دورية بمعدل 2700 درهم، وهذا الشيء الذي ليس عمل بالنسبة لجميع الأسر، والذي كذلك لا يضمن توفير أبسط الحاجات الأساسية للحياة العادية. دوافع الهجرة يمكن تخص في أسباب اقتصادية وأسباب عائلية وأسباب دراسية وأسباب أخرى، ولكن للنصف الأعظم لأسباب اقتصادية تصل نسبة 76% حسب الدراسة الميدانية. عرفت الحوالات التي يبعث بها المهاجرون لخارج الدولة بمنطقة فعل من الموسى، رغم هذا لم تعد هذه العائلات كافية لسد حاجة هؤلاء المستفيدين نظرا لارتفاع لدعم الأسعار لتزايد حجم الأسر المعنية بمبالغ محولة التي على العموم لا تتعدى ما بين 1000 و1500 درهم شهريا. القطاعات التي استثمر فيها حتى نعرف بأن هناك نقص في توجيه يعني هذا العمل بالخارج للاستثمار في ميادين هي النموية في خدمات السبع، أن الغالبية يستثمرون في السكن بنسبة تصل إلى 53%. السياحة هي السياحة يعد قطاعا هشا مبتدئا نظرا لانعدام البنية التحتية والتجهيزات السياحية ملائمة وخطوة تصور واحد واضح لتطويره على المدى البعيد مع الحفاظ على الخصوصيات البيئية التي تميز سكن العمل مجالا لوحده. خلاصة هو أن تواجه مدينة قلعة مكونة مجموعة من التحديات والتناقضات التي حولتها إلى مجال عاجز على الإدماج السكاني وإلى آلة لإنتاج الإقصاء تصل نسبة البطالة كمثال إلى 6.2%، وهذا نتيجة غياب مشروع تنموي هادف وشامل، الشيء الذي يسرع من وتيرة تفاقم التفاوتات المجالية وتطور إطار الحياة، كما يعمق التمايزات الاجتماعية التي أدت إلى تفكك الفضاء الحضري وتفتيت النسيج الاجتماعي. أنا أقدم بين يديكم بعض الاقتراحات التنموية المتواضعة، يفرض واقع حال المدينة، حالة استعجالية لإنقاذ المدينة من هذه الوضعية التي لا تزال إلا استفحالا من خطأ المجتمع، استفحالا وهذا يستلزم توفر شروط التنمية المندمجة، وفنتي هنا السودانية المندمجة تقوم على عناصر تتوافق وحقق الحاجيات من جهة، وكذلك تراعي واقعية إمكانية حتى نكون معقولين، ماشي دابا نطلبوا في حافة التنمية دائما الحاجيات التنموية الشروط يعني أن تلبي حاجيات تتلائم مع الخصائص دون يعني الاعتناء والاهتمام بمسألة الإمكانيات التي توفر عليها المتدخلين لإمكانية حقيقية. ومن هذه العناصر نذكر هنا تحسين أساليب الحكم والإدارة الحضرية، تخفيف منتظم ومتواصل مستوى الفقر الحضري، توفير الخدمات الأساسية وعلى وجه الخصوص المية والصرف الصحي والكهرباء والنقل وهي إلزامية وأساسية للحياة العادية، إزالة الاختلالات في البنية التحتية والخدمات التي تشكل معوقة للأنشطة التجارية والصناعية مع اتخاذ التدابير لمعالجة أوجه القصور المحتملة، تعزيز إشراك القطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية للحفاظ وتقوية موارد المدينة، وذلك بإنجاز مقاربة تشاركية عادلة
تأهيل العنصر البشري، الرفع من فرص الشغل والمداخيل في نشاط الفلاحة، وذلك بتنويع الأنشطة الموازية للفلاحة والأنشطة الحضرية، تأهيل مهني لممارسة هذه الأنشطة، تيسير وسائل الانفتاح على أسواق خارجية في إطار معالجة شمول الاختلالات الجوية، تنويع الأنشطة الاقتصادية الحضرية وذلك بتطوير السياحة مع ما تستلزمه من حماية للخصوصيات البيئية والثقافية والإخلاقية في المنطقة وساكنتها، تطوير بعض الصناعات التحويلية المرتبطة بالأساس بالإنتاج الفلاحي المحلي إلى آخره، توجيه الأمثل للاستمارات كما رأينا في مسألة الاستثمار المهاجرين، أمثل الاستثمارات التي تعتمد على عائلات المهاجرين بالخارج، تأطير التوسع العمراني وذلك بإعادة هيكلة التجمعات السكنية الهامشية، ضبط التخطيط العمراني، وأخيرا اندماج ملائم للمنطقة في محيطها الإقليمي والجهوي والوطني والدولي كثير لتحقيق اندماج كثير لتحقيق التنمية واستدامتها. ولكم مني وفضلتين من قلعة كونا وجزيل الشكر. شكرا أستاذ محمد الحسو، أولا على أنه التزم أكثر من التنمية السياحية التي تنحدث على صداها، كما أن له خصوصيات وله حضور أيضا تاريخي وسوسيو ثقافي في شمال غرب إفريقيا. إذن شكل مجتمع الواحات واسطة العقد بين المغرب الأقصى وإفريقيا جنوب الصحراء، كما مثل نموذجا للتعايش الحضاري ما بين مجموعات بشرية من أصول إثنية مختلفة بل من ديانات مختلفة، حيث كانت هذه المناطق معبرا للقوافل التجارية العابرة للصحراء وموطنا للعديد من القصور التي آوت اليهود إلى جانب الصلحاء والسوايا المنتمية للديانة الإسلامية، ناهيك عن استغلال مناجم المعادن من الفضة والنحاس وتازوت المحلية، إلى جانب المنتجات الزراعية مختلفة من نخيل وحناء وخضر وتركوت ونيلة، هذا ناهيك عن أساليب العيش المختلفة المتداخلة فيما بينها كالترحال النوماديزم وشبه الترحال السينوميزم إلى سيدونتاريزاسيون استقرار، وكذا التعبير المتميز وكذا التدبير المتميز للموارد المائية والرعاوية. زد على ذلك أن هذه المنطقة شكلت جزءا من المغرب، ذلك المغرب الذي سماه الراحل جاك بيرك في سيد بروفون، أن هناك جنوب عميق له تاريخ له دور في التاريخ الحضاري المغرب، حيث منطلق العديد من السلالات التي حكمت المغرب ومبعث العديد من الحركات الصوفية والفكرية التي ميزت التاريخ الثقافي والسياسي للبلاد المغربية. ورغم هذه المكانة الحضارية التي تميز منطقة الواحات، فإنها لم تنل من العناية العلمية والتنموية في المغرب المعاصر إلا جزءاً يسير، وهذا هو مبعث تساؤلنا مركزي حول مصير هذه المناطق اليوم في ظل تنمية اقتصادية واجتماعية منشودة، آخذنا كنموذج على الحال منطقة درعا أو ما يسمى بعقفة نهر درعا لكل كدرعا. إذن طبيعة التراث السوسيوثقافي للمنطقة، تتوزع هذه المنطقة اليوم بين جهتين هما جهة سوس مارسا درعا وجهة برميم الصبار، وتحدها شمالا جهة مكناس دافلات وتانسيفة الحوض وتاد الأصيلة، بينما من الشرق مكناس دافلات والحدود المغربية الجزائرية، في حين تحدها جنوبا جهة العيون الساقية الحمراء وغربا المحيط الأطلسي. وتعد منطقة درعا في المصادر القديمة تسمى منطقة واد درعا، تسمى واد درعا والناس المحليين في زوتوكتون كانوا يسموه واد درعا، يعني واد درعا هذا التسمية العربية المصادر المتأخرة، في المصادر القديمة حتى القرون الوسطية والتي جاءت بعدها مع يوسف بن عبد الفاسي في كتابه منطقة طلعتها ويسميها واد درعا، والاصطلاح المحلي هو واد درعا. من المناطق التاريخية في شمال غرب افريقيا بل من المناطق المقدسة، إذ تضم مدافن مئات الصلحاء والأنبياء حسب الاعتقاد المحلي، والعديد من الزوايا والمزارات المتنوعة والمآثر التاريخية التي تعود لأزمنة مختلفة. ف
فهذه المنطقة تعد مكان استقرار بشري قديم، حيث من الصعب معرفة تاريخ بداية الإقامة هناك، لكن وجود الماء والواحات كان عامل ميسر للإقامة وللبناء والتحصين على مشارف الصحراء. غير أن أهم ما يميز هذا الاستقرار هو التعايش ما بين مجموعات مختلفة الاجتماعي والمجال. فهناك مجموعات مسمات بالأشراك الشرق المنتسبين لأهل البيت النبوي، ويحضرون المكانة الاجتماعية المعتبرة ويقومون بأدوار التحكيم والصلح والعمل على إعادة إنتاج النظام الاجتماعي، موظفين رأس مال رمزي الذي يحظون به ومتحكمين في العالم النمر، خصوصا عندما يجمعون بين الشرف والصلاح. ومن الناحية الديمغرافية فهم يعني يشكلون فيها فئات أو عائلات محدودة العدد. ثانيا الفئة الثانية هي المرابطين أو الرامل قلبة كذلك من المصطلحات التي تختلف من الخطأ إلى الأخرى. هذه الفئة اجتماعية كثيفة ديمغرافيا، لها سلطة المعرفة والتعليم، لكنها لا تحمل السلاح، يمنع عليها حمل السلاح، وإنما سلاحها هو الصلاح والوساطة ما بين المتنازعين، وغالبا ما يكون منتمين لطريقة صوفية ما، إضافة إلى تملكهم للأرض الزراعية وعيون الماء. هذا مهم. الفئة الثالثة هم المسمون محليا بدراوة. دراوات، هذا الاسم مرتبط بأقدم سكان الواحة الدار، ويحمل أيضا ولا يحمل أيضا يعني لا يحمل كونوتاسيون بسببه يعني دلالة عرقية، بل يحمل صفة بعواصر بشرية ذات عمق تاريخي في المنطقة. وتشمل هذه التسمية مجموعتين، إحراطي من جهة والأحرار من جهة أخرى. الفئة الرابعة العرب أو العربان أو القبائل المترحلة في أصلها، وتشمل هذه التسمية مجموعات اجتماعية عديدة في غالبيتها كانت قبائل مترحلة، ومنها في هذه المنطقة التي تعنينا قبيلة عريب بن محمد ذو بلال أولاد جلال بن هازيل سلام أو إيدو سلام وغيرها، وهم يتعاطون لرأي الجمال والماعز كما يحملون السلاح. هذه الفئات مكنها المجتمع من أن تكون ديرغيري محاربين، هم الذين يملكون حملة السلاح، وقد يتملكون بعض بساتين النخيل حيث يأتون لقطف ثمارها وتلوث الطيور، ولذلك فقد كانوا يزاوجون بين الرعي وغراسة النخيل، كما كانوا يملكون الرقيق ويمارسون التجارة العابرة للصحراء ويتعاطون يعني لهم دور في الهيمنة الاقتصادية والسياسية على هذه الواحات، سواء كان سكانها من المرابطين أو من الحراثيين، وذلك في إطار التحالفات القبلية الكبرى التي كانت تشمل المنطقة كحلف أي تعطى الذي كان يمتد حتى المناطق، أو حلف أحداث التحركات والإنكسارات في المنطقة الجنوبية الغربية. وقد بقيت المراتب الاجتماعية بهذه الواحات على هذه الترتيبة إلى حين غزو الاستعمار ووضع الحدود الدولية وتسرب علاقات الإنتاج الرأسمالي واقتصاد السوق إلى المنطقة، حيث عرفت انقلابا سوسيو اقتصادي خلخل البنيات الاجتماعية المتوارثة. وبخصوص الموروث الثقافي، الآن تحدثنا عن الموروث عن البناء الاجتماعي وطبيعة الثقافية الاجتماعية، فيما يخص الموروث الثقافي بالمنطقة فهو يتميز بالثراء والغنى، فهناك الجانب المادي المتمثل في القصور والقصبات ودور القوات والكبار والشيوخ المسمات ناحية الضابة وناحية أبا كذلك في تابو يحيى، نوع من الدور التي لها صحن داخلي ولها مبنى أبوها، وكان المتخصصون لبنائها نوع من الدور قبيلة تسمى أيت يحيى ناحية فومزقي، ولذلك أصبحت هذه الدور تسمى تابو يحيى، هذه تنعت بهذا الاسم نسبة لهذه القبيلة التي انتهبت بناء هذا النوع من الدور الفارية. ثم تغمت أو أقادير وهي المخازن الجماعية، ثم الزوايا والمساجد والأضرحة التي يعود بناؤها لفترات تاريخية مختلفة.
إلى جانب الصوابع مثل صومعة حسان أخرى، ثم الشكل المعماري للقصور من أبراج وأبواب وطرق ضيقة تلائم حرارة الجو وبرودة الشتاء، ناهك عن بناء الخطارات والسواقع، ومجمل أدوات البناء حول السقي ووسائل التدوين والحفاظ على الوثائق المكتوبة مثل الألواح وكذلك القصب الذي يستعمل في المحافظة على العقود عقود الأرض خاصة. زد على ذلك ما اشتهرت به منطقة ترعى من صنائع وحرف كصياغة الكتبة وصهر النحاس وصناعة الفخار والغزل والغزل والنسيج وأشكال التعامل مع غراسة النخيل التي طبعت هذه المنطقة، وكان من سكانها من أصبحوا يقدمون خبرة لبعض البلدان في هذا المجال. أذكر الآن قبيلة في دولة مالي الأفريقية، هي قبيلة تسمى ناحية تمبكتو في دراوة، هذو أصلهم وهم مجموعات أسر ذهبت هناك لتعليم الناس كيف تلقيح النخيل والحفاظ عليه، وبقيوا هناك بقوا هناك، والآن تناسلت منهم مجموعات اجتماعية تسمى قبيلة دراوة في ناحية تمبكتو وأزوان في مالي. أما التراث غير المادي فهو كثير ومتنوع، ومنه مختلف أشكال الفنون والآداب والطقوس الاجتماعية المتوارثة الكثير. وما يستخلص مما سبق أن هذه المنطقة عرفت نظما حضارية وثقافية أهلية مدينية منسجمة احتضنتها تشكيلات اجتماعية راسخة حافظت المزدوجتين على إجماعها قرونا قبل التغلغل التجاري الأوروبي الذي ضرب التجارة عبر الصحراء وفكك أسس التكامل بين المجتمعات الساحلية والصحراوية في ساحل مالي تشاد موريتانيا وعلاقتها بالبلدان الشمال والصحراء. وهكذا فمنذ التسرب الاستعماري لواحات ذرة عرفت هذه المنطقة تفكك نظامها الاجتماعي واهتزاز بنيتها الاقتصادية، حيث وضعت الحدود وتوقفت التجارة مع تندو وتوات وأروان وتمبكتو وكيداب وغاوا، وانعكس ذلك على نشاط الساكنة في المجالات الفلاحية والتجارية وحتى الثقافية، كما كان قيام الدولة القطري وراء مزيد من تهميش هذه المناطق مما دفع ساكنتها إلى الهجرة نحو الحواضر الكبرى الفيضاء الكبير الرباط مراكش الصحراء المسترجعة منذ السبعينات إلى غير ذلك، أو إلى الخارج بحثاً عن العمل وعن الخدمات الأساسية في التعليم والتطوير والرعاية الاجتماعية، الشيء الذي كان له بالغ الأثر على الممارسة الرعوية وعلى الزراعة وعلى المعمار الموروث الذي بقي عرضة للضياع. كل هذه التساؤلات تدفعنا للتساؤل أخرى حول مآل هذه التحولات، ونحن ندخل في عصر العولمة وننشد التنمية البشرية المستدامة والمشاركة إلى مجالات المفاهيم التي أصبحت رائجة في هذا الحقل. إذن رهان التنمية بمنطقة الضعف. وهنا تجبر الإشارة إلى أنه لا يمكن لثقافة أمة من الأمم أن تنطلق إلا بجناحين، إبداع حاضرها الجديد وتراث ماضيها التري، ولن نتمكن من استيعاب هذا الماضي دون تشخيصه ومعرفته حتى يمكن تجاوزه. فهذه المنطقة عرفت ما اسمه بيير بوردير بالاجتهاد وتيراسي المون الذي وضع للفلاحة التقليدية في الجزائر، حيث انقلب نمط عيش الساكنة ووقع خلل في البنية السكانية وتكالبت عوامل الطبيعة وأخرى سياسية واقتصادية على المنطقة فأصبحت على الهامش، وبقيت على تلك الحالة إلى حدود نهاية الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الفائت، حيث تم اكتشافها من طرف السواح ليس من طرفنا نحن ومخرجي الأفلام ووكالات الأسفار، الشيء الذي اضطر السلطات للعناية بها من جديد عن طريق الإدارة الترابية في إحداث عمالة الكوميساغورة وإلحاقها بجهات مهمة اقتصادية واستراتيجية. هذا ناهيك عن انتباه اللوبي المهيمن على السباحة في مراكش وأكادير إلى هذه المنطقة كمنتوج سياحي جديد يوفر أشكالا متنوعة من السياحة إيكولوجية، ثقافية، مغامرات، سياحة جبلية، سباق سيارات ورابطة للذكاء وغير ذلك. والملاحظ هنا أن هذه السياحة المهيمنة حاليا بالمنطقة هي من النوع الذي
الإسلام، بينما مدينة تامدون كنموذج وهي الرصيد الثقافي الهام بات في طي النسيان حتى عند سكان المنطقة أنفسهم. ورغم هذه الحركة السياحية التي عرفتها منطقة درعا الوسطى فإنها تبقى محدودة نظرا لهيمنة مراكز السياحة التقليدية عليها مثال مراكش وأكادير، وكذلك نظرا لضعف المبادرة المحلية في هذا المضمار، ويعود ذلك إلى ضعف الخبرة هي المهني وغياب الرأسمال المادي وهروب الفئات النشيطة من الساكنة نحو المدن الكبرى. هذا مما أخر بروز الاستثمار المحلي في المجال السياحي إلى حدود السنوات الأخيرة، حيث ظهرت بعض الفنادق من حميد الغزلان وزربولة وطاطا والحسن، وخاصة المآوي القروية ويسمى بليفواك ليجي تريرون خيام متنقلة، مما شجع السواح على الإقبال على هذه المآوي خاصة في فترة الشتاء والربيع في كل سنة. وواكب ذلك تنامي تأسيس جمعيات ذات الأهداف التنموية والتعاون، عندما نتجول ما بين حميد الغزلان باتجاه أم الأحسن ويتواجدي كل هذا المحور نازل مع واد درعا نجد في كل الدواوير جمعيات تحت عنوان جمعية التنمية والتعاون، طاقة جمعية التوريد التنمية والتعاون، جمعية شباب رأس الخيمة يعني للتعاون والتضامن، يعني تكررت الكلمات، يعني أنا حصيت أكثر من 40 يعني جمعية بهذا العنوان نفس يعني في إقليم واحد من طاقة، كل العناوين هي حول التنمية والتعاون، التضامن والتنمية، التعاون والتنمية، التضامن والتنمية، ونفس يعني نفس النقاط، خاصة منذ يعني 4 سنوات إلى الآن، حيث تقوم بأدوار طلائعية في مجال التوعية الصحية والاجتماعية، وفي مجال توفير البنية التحتية من جلب الماء وبناء الطرق وتجهيز المدارس والمستوصفات. لكنها جمعيات سرعان ما تدخل في حلبة التدافع الاجتماعي بعد ريتش دا كلاسمون داخل المجتمع المحلي ما بين أقطاب الأخر المحلية، حيث تغذيها أحيانا ظاهرة الانبعاث القبلي في هذه المرات التعريف منذ التسعينات نوع من العودة للقبيلة المفهومة المعروف، لكن هناك عودة للقبيلة عبر الجمعيات عبر النوادي عبر إنشاء المؤسسات باسم القبائل إنشاء محلات باسم القبائل، وتزدهر كلما قربت فترة الانتخابات كما نمتها لمها مسلسل تحديد الهوية الصحراء لما أيضا انبعاث قبلي جديد وادعاء انتساب القبائل التي يعني هي رهان كانت رهان خط التسويق. لم ظاهرة انبعاث القبائل التي أصبحت تشهدها المنطقة في السنوات الأخيرة والتي تعطل أحيانا نمو وتطور المجتمع المدني للمنطقة. أخيرا وعلى العموم يظهر أن هذه المنطقة تتوفر على فرشة مائية مهمة لقيام زراعة مسقية متطورة، كما أنها تحتضن مؤهلات حضارية وثقافية تؤهلها للقيام بدور سياحي وازن، خاصة أنها وريثة لحضارة قامت ونهضت على التواصل عبر طرق قوافل بنيت على جنباتها مدن كانت أهم نقاط التقاطع الاقتصادي والثقافي في التاريخ. لذلك نرى أنه لا بد من الوعي بأهمية تراث هذه المنطقة والعناية به صيانة وترميما والحفاظ عليه بتسجيله وإدراجه في قواعد البيانات وإصدار التشريعات الحمائية بشأنه. وهنا نشير إلى مسؤولية قطاع المستثمرين أن يقوموا بمساعدة على حماية التراث الثقافي، أي أن يكون لهم دور مساعد على حماية الموروث الحضاري في درعا، لا أن يكون هدفه الاستثمار الاستهلاك. كما أن علينا القيام بدراسات تشخيصية دقيقة لمعرفة مكونات الموروث الحضاري للمنطقة من أجل تكوينه وحمايته وتوظيفه خدمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية والوطنية باتجاه الاستفادة طبيعة الحال مما يتيحه الآن قيام مسمى بالعلماء. وشكرا لك. وعلى ذكر الماء والاجتماع، لأن الاجتماع دائما يكون حول الماء، ولكن هذا الماء كمورد طبيعي يخلق منافسة وصراعات ونزاعات يقتضي تدبير. إذا سنذهب مع الأستاذ محمد مهدان
إلى الثابت والمتحول في تدبير الموارد المائية في الواحات، وهو مخضرم ليس جغرافي ولكنه سوسيولوجي وجغرافي. شكرا سيدي الرئيس، في انتظار ان يتم حل هذا مشكل تقني بسيط. اود قبل البدايه ان اشكر جامعه مولاي اسماعيل وكليه الاداب التي استدعتنا للحضور معها في هذا العرس الاكاديمي والعلمي، كما أشكر كذلك اللجنة التنظيمية التي سهرت على هذا اليوم الدراسي الأيام الدراسية، باعتبار كما قال السيد الرئيس الأستاذ عربي كنت بحثت ولازلت أبحث في هذه المواضع المتعلقة بتدبير المياه منذ بحث الإجازة لبحث الدراسات العليا ولبحث الدكتوراه الوطني. أود أن أشارككم في هذا اليوم الدراسي بعنوان الثابت والمتحول في أنظمة تدبير المياه للواحات الجنوبية الشرقية للمغرب من خلال نموذج واحد تضغم. يعني هذا العرض الذي سأقدمه لكم ينقسم إلى أربعة أقسام بالإضافة إلى مقدمة وخاتمة خلاصات. أولها سأعرفكم بما هي واحد تضغم جغرافيا واجتماعيا، ما هو التنظيم المائي القديم الذي كان سائدا في هذه الواحة قبل المرحلة الاستعمارية، كيف تحول هذا النظام المائي بعد الدخول الاستعماري وبعد الاستقلال حتى الآن، ما هي لأستنتج في من خلال هذه التحولات وجود أشكال استمرار النظام المائي القديم بهذه الواحة، لأختم كما قلت لكم بخلاصات واقتراحات في سبيل تجاوز الأزمة المالية كما تحدث زميلي سابقا عن الأزمة الحضارية. هناك أزمة مائية وهناك أزمة حضارية وهناك أزمة الخلاق وهناك أزمة اقتصادية في هذه الواحات التي في الجنوب الشرقي للمغرب. يعني كما قلت لكم أردنا من خلال هذا العرض أن نساهم بدورنا في دراسة مسألة الماء في المغرب، خاصة وكما تعلمون أننا في هذه السنة نعيش السنة الوطنية للحوار الوطني حول الماء، وما انبثقت عنه من توجهات حيث تقدم البنك الدولي بمنح المغرب قرضا من أجل بناء استراتيجية حول الماء، وهو الاستراتيجية التي لم يكن المغرب يفكر في إنتاجها وفي القيام بها رغم أهمية هذا المورد الماء المورد الطبيعي النادر والمهم في الاقتصاد الوطني، خاصة كما تناولتها من وجهة السوسيولوجية وارتباطا بعلاقاتها الاجتماعية. من خلال ذلك سأطرح عدة تساؤلات: ما هي أشكال تنظيم الماء القديم للماء وحق؟ ما هي التحولات التي عرفها النظام المائي القديم؟ ما هي أثر التحولات الموارد المائية واختار الاستراتيجية التي اعتمدها السكان وجد الاسم؟ أولا كما قلت سأعرفكم بواحد تضغام، بأن من خلال الخريطة الجانبية يظهر أن واحد تضغام تنتمي إداريا لإقليم ورزازات في الحدود مع إقليم الراشيدية، كما تتواجد من خلال الموقع الجغرافي بين الجنوب الشرقي كما قلت سابقا بين سلسلتي جبال الأطلس الكبير والأطلس الصغير، وتتوزع على أربعة جماعات قروية، جماعات منها ثلاثة قروية هي تضغى العليا وتضغى السفلى وتغزو المحطة وجماعة حضرية هي جماعة تلغير. من خلال الخريطة التي تتواجد بأسفل يتضح مدى التوزيع الإثني لهذه الواحة، حيث أنها تضم تجمعين قبليين كبيرين هما أيت دوت المستقرين القدامى الواحة والذين كاينين أمام مسيون الزراعة المسقية عن طريق المياه والتضغام، ثم هناك قبائل الرحى التي تحدث عنها قبلي الأستاذ الأحمان التي تنتشر من في أغلب الواحات الجنوبية الشرقية للمغرب من درعا إلى تافيلات إلى زيز
إلى داس إلى وتدغى وكذا بعض القبائل التي انتقلت إلى ووزارة ما يسمى بهيئة الطنبل. من خلال هذا درسنا العديد من مظاهر النظام المائي القديم بالواحة، حيث اتضح لنا بأن الاختلاف الإبني القبلي الموجود بالواحة له تأثير كبير على تنظيم الموارد المائية، سواء من نوعية الموارد المستعملة أو طرق استعمالها، بحيث نجد أن المستقرين القدامى أي تضغط يستعملون المياه دائما الجريان لواد تضغى عن طريق السدود التحويلية، بينما أتعطى الذين كانوا معروفين بالترحال وبالاستقرار المتأخر بسافلة الواحة الموارد والخريطة السابقة، فهم يعتمدون بالضرورة على استغلال الموارد الجوفية وعن طريق نظام الفترات التي يعرفها طلبة الجنوب بشكل عام دون أن نتطرق إليه. في الصورة الجانبية يتضح أن سكان العالية يستعملون الموارد المائية السطحية عن طريق السدود التحويلية التقليدية، بينما في الصورة التي تزوج تحت نظام استغلال الأبار نظام استغلال المياه السطحية الجوفية عن طريق الفترات. هذا الاختلاف أثر كذلك على حتى طريقة تنظيم هذه الموارد، بحيث أن إيتلوت يعتمدون على نظام الأولويات العالية على السافلة، وهو نظام معتمد بأغلبية الواحات المغربية، أو كما قال نظري من المحيط إلى اليمن، لأن جميع المناطق التي تعتمد على النظام السقي بالواد يعتمدون نظام الأسبقية على السافلة العالية على السافلة، بينما يتعطى بحكم استيلائهم وحصولهم على الموارد الطبيعية من الماء وأرض بطريقة جماعية، فهم يعتمدون النظام الجماعي وتقسيم العادل للثروات بين العائلات الأصلية التي شاركت في الحصول على هذا الماء والأرض. نفس التأثير في ارتباط التنظيم المائي بتنظيم الأراضي الزراعية، حيث نجد أي تضغط يعتمد على نظام الأسبقية باستغلال الأراضي، بينما أي تعطى يعملون إلى تنظيم المجال الزراعي إلى ثلاثة أجزاء متساوية، جزء أعلى يتم سقيه بمياه الخضرات بشكل دائم، جزء أسفل يتم سقيه بشكل مؤقت عندما تزايد صبي الخضرات، وجزء أسفل في عرض السفينة يتم سقيه عن طريق بطريقة عرضية عن طريق فيضانات الأودية. بعد هذا التقديم للحالة ما يسمى بالحالة يعني إذا أردنا أن ندرس مظاهر التحولات لابد علينا أن نربطها بحالة سابقة أو بمرجع اجتماعي، وهو هذا الأصل الذي تحدث عنه. هذا النظام كما شرحت لكم تعرض لمجموعة من التحولات، أولها تدخل السلطة الاستعمارية التي عملت على نزع ملكية الأرض وملكية الماء من سكان الواحة، وبالتالي إعادة تنظيمها يعني اعتمادا على تنظيم مجاري جديد، بحيث عملت السلطة الاستعمارية على تقسيم الواحة إلى عدة مشيخات وتعيين شيوخ مخزنين على رأس كل واحدة منها، بدلا كما كان سابقا تنظيم اجتماعي في قصور وقبائل تعمل على تنظيم نفسها. بعد ذلك عملت على تطبيق قوانين خاصة بتدبير الماء، منها قانون 14 يوليو 1914 وقانون 25 أغسطس 1925. كذا عملت كذلك على نزع ملكية أجود الأراضي الزراعية خاصة بمنطقة غليل المحادية لمنطقة تنجدال، بحيث أنها هضبة سهلية واستعمال الزراعة الحديثة آنذاك عن طريق تحويل مجرى الماء من أقصى العالية التي يتميز بضيق الأراضي الزراعية إلى أقصى السافلة التي كان يتميز بجشع الأراضي الزراعية وخصوصتها، حيث عملت على استدخال زراعة حديثة منها زراعة القطن وزراعة الكوكو بالإضافة إلى زراعة الحبوب. في الجدول يتضح التقسيم الجديد الذي أقره الاستعمار للماء، بحيث نلاحظ أن الجدول يبرز أن أي تزغيب وأي تسنان وأي تفرطان الذين كانوا يستغلون مياه وتضغى بشكل دائم وقت ما شاءوا وقت ما أرادوا أصبحوا لم يعد يحصلون سوى على يومين أو ثلاثة أيام حسب المساحة الزراعية التي يتوفرون عليها. يتضح من خلال هذا أن التنظيم الاستعماري لم يكن يهدف إلى تنمية الموارد المائية بإضافة موارد جديدة، بل إلى تنظيم ما هو كائن وما هو موجود، عكس ما فعلت بالعديد من المناطق سواء بالواحات التونسية أو الواحات الجزائرية أو بسوس بالمغرب، حيث لأنها لم تعتمد على ضخ أو على الضخ أو على البحث عن فرصة باطنية، لأنها وجدت أن الموارد السطحي كافي بشكل تام لزراعة المجال. هذا التحول كذلك ارتبط بعد الاستقلال التزايد الديموغرافي، حيث أن المنحنى يبرز أن ساكنة الواحة
تطورت بشكل كبير بعد عقد السبعينات، حيث أن نلاحظ أن ساكنة واحد تدغى تضاعفت ثلاث مرات خلال النصف الأخير من القرن العشرين، حيث انتقلت من 20,000 نسمة تقريبا حسب إحصاء 1952 الذي قامت به السلطات الاستعمارية إلى 68,536 نسمة حسب آخر إحصاء لسنة 2004، وهو دليل يبين ويبرز بشكل كبير انتقاد أو ما يسمى بنظرية موت الوحم، لأنها لو ماتت لما أفرغت، بالعكس فهذا الأحمق أصبحت تستقطب ساكنة جديدة ويدعى عامل أخرى. هذا الارتفاع الديموغرافي أدى إلى ارتفاع نسبة الكثافة الزراعية بشكل كبير، حيث أن نسبة 7.33 من نسبة الهكتار سنة 60 تحول إلى 19 نسمة في الهكتار سنة 2004، وهو ما يبرز مدى تشتت المجال الزراعي وتقسيمه بواسطة الإرث والبيع والشراء، لأن الأسرة التي كانت تملك يوما كاملا من الماء وهكتارا من الأرض لم تعد تحصل سوى على ربع اليوم أو ثلثه أو ثمنه، وكما أنها أصبحت مع مجال الزراعة متشتت وضيق. هذا التزايد كذلك أدى إلى كما قلت تشتت الملكية الزراعية وتراجع مساحة الاستغلال العائلية، أدى كذلك إلى تزايد حاجية الساكنة من الماء الشروب، بحيث أن إذا كان نسبة الساكن القروي كما قال الأستاذ صباحا 20 لتر لليوم في الفرد، فإذا قلنا بأن 20 لتر لليوم في الفرد في اليوم ملي كانت الساكنة 20,000 نسمة، فكم سيصبح الآن لما كانت الساكنة 160,000 نسمة؟ هذا التحول الديموغرافي أدى إلى مع تراجع الإمكانية الطبيعية وظاهرة الجفاف أدى إلى حدوث مع انفتاح الواحة على محيط الاقتصادي الدولي، أدى إلى حدوث هجرة قوية نحو الدول الأوروبية كما سبق الأستاذ أيت حسوا على الحديث، حيث أن هذه الهجرة أدخلت العديد من التحولات الاقتصادية والاجتماعية في الواحة، أولها أن هذه المهاجرين أصبحوا يستثمرون عائلتهم في تحديث وتوسيع المجال الزراعي عبر استعمال الضخ العصري، حيث تحولت العديد من المجالات الزراعية كما قلنا التي لم تكن تسقى سوى بصفة عرضية إلى مجالات السقف الدائم في الواحد بين منطقة غليل ومنطقة المغنبو ومنطقة غليل نجيان، إضافة إلى استغلال العديد من المراعي السابقة كمنطقة تلقافة، حيث تحولت سنة 94 من مجال رعوي جاد إلى مجال السقف الدائم عن طريق الضخ، وهنا تبدو في الصورة الجانبية صورة لمنطقة ضخ لمحطة ضخ فردية أصبح حولت من حول من خلال صاحبها مجال رعوي جاف إلى مجال الزراعة الحديثة تزرع بها الفصة وزراعة الأشجار المضمرة المعروفة باستهلاكها للماء. كما قام المهاجرين كذلك على تحسين أنماط عيشهم، بحيث انتقل من سكن جماعي بالقوصور إلى سكن فردي، ومن سكن فردي قروي مبني بالتابوت إلى سكن عصري مبني بالإسمنت، أصبح يوفر حاجية حديثة ويتوفر على تجهيزات مائية كمراحل وحمامات ومجالات خضراء كما تلاحظون في الصورة الجانبية، أصبح يحتاج إلى مزيد من حاجية المائية. كإضافة إلى ذلك عرفت الواحة ظهور وعرفت تحولات عمرانية، حيث ظهرت مراكز حضارية وشبة حضارية كما قلت سابقا، حيث تم تحويل مجامعات قروية لتنغير سنة 92 من جماعة قروية لجماعة حضارية تشكل أو أصبح تضم حوالي ثلث ساكنة الواحة، أصبحت كذلك تتوفر على أنشطة اقتصادية مستهلكة للماء كالسياحة والصناعة التحويلية والخدمات، بحيث أنها حسب الإحصاء تتوفر على 7 محطات فندقية من الطراز العالي 4 نجوم و3 نجوم، تتوفر على حمامات ومسابح في منطقة صحراوية جافة، أصبحت تتوفر على معاصر للزيتون تحتاج إلى كمية هامة من الماء، أصبحت تتوفر على مؤسسات تربوية ومؤسسات صحية لها حاجية من الماء، بالإضافة إلى مؤسسات صناعية أخرى كمعاصر الزيتون كما قلت وكذا تعاونية الحليب. نتائج هذه التحولات كما قلت بأن هناك حاجية متزايدة، في المقابل هناك فترة جفاف أدت إلى تقلص الموارد المائية سنة فترة خلال فترة عقد الثمانينات والتسعينات، الأمر الذي أدى إلى ظهور أزمة مائية تتلخص مظاهرها في ظهور أنظمة السقي التقليدية خاصة بالخطرات، وهو ما يبرز في الصورة الجانبية، هنا خطرات في غرب قديم التي جفت ونظم مياه منذ سنة 1998 حتى الآن. هذه الأزمة كذلك شملت أيضا نظام الضخ العصري الذي كان دخيلا على الواحة، وأثبتت المسألة أنه لم يستطع المواكبة ولم يتكيف مع نظام الواحة التقليدي، حيث أصبح توقف العمل بالعديد من الضيعات العصرية التي أنفق أصحابها أموالا طائلة لإنتاجها
إضافة إلى ذلك حدوث أزمة حادة في مياه الشرب، وهي أزمة لم تكن الواحد تعرفها في خلال تاريخها حتى السنوات الأخيرة، حيث يظهر في الصورة الجانبية أن مركز الحزام الرهين الذي يضم حوالي 8000 نسمة أصبح يعاني بشكل كبير من الماء الشرب، بحيث أصبح يتم تزويد ساكنته عن طريق خزانات متحولة ومتنقلة التي جادت بها منظمة محمد الخامس للتضامن. مسألة أخرى، تزايد حدة تلوث المياه بسبب أولا نفايات الصرف التي ينتجها العالم الحضري بسبب النفايات السائلة أو المياه العادمة التي يتم صرفها في المجال القروي المحيط بالمجال الحضري، ملوحات المياه بسبب الضخ المكثف واستمرار نضوب الفرشة الباطنية، الأمر الذي أدى إلى ملوحات التربة وبالتالي التخلي عن العديد من الأراضي الزراعية. رغم كل هذه التحولات كما قلت لكم لا زالت هناك أشكال لاستمرار هذا النظام المائي بواحد تضرب، وذلك استجابة في إطار بحث الساكنة عن حلول بديلة لهذه التحولات، وكذلك لعدم نجاح الحلول التي قدمتها الدولة من خلال برامجها برنامج الجفاف برنامج الباجير وكذلك برنامج الإنعاش الوطني، حيث نلاحظ عودة السكان إلى أنظمتهم المالية قديمة كمحاولة تجاوز الأزمة المالية. الجدول التالي يبرز أن سكان أيتسكي وأيتسنان وأيتي بردان عادوا إلى نظامهم القديم قبل الاستعمار باستعمال نفوذهم السياسي وضغطهم على السلطات العمومية، أصبحوا كما ترون يحصلون على المياه بشكل دائم، كما أن أيتي بردان كانوا يحصلون على 6 أيام وأصبحوا يحصلون على 10 أيام وهو نصف الدورة الصيفية. كما يبدو أن كذلك الجدول أن الدورة الصيفية أصبح يحصل عليها فقط سكان العالية، بينما سكان الصيف يكتفون كما قلت سابقا قبل الاستعمار باستعمال المياه الشتوية فقط أو الفيضانات. يدبر كما قلت لكم عودة من نظام العرف القديم يعطي الأولوية للسكان العالية على حساب سكان السافلة، استرجاع الزاوية لحقها كما كان قبل الاستعمار باعتبارها كحكم وسط بين الصراعات القبلية، حيث أن استغلال الأصحاب العالية للماء على حساب أصحاب السافلة يثير نزاعات وصراعات قبلية شبه دائمة، بحيث يبرز هنا دور الزاوية كوسيط في خلال هذه الصراعات، الأمر الذي جعل القبائل تمنح لها حقها من الماء رغم تواجدها بأقصى السافلة. مسألة أخرى هو تشبث أي أعطاء بأنظمتهم الجماعية في توزيع مياه السقيف أولا، بحيث لا زال يعتمدون على نظام تلبورت ونظام أندرو ونظام توزيع المياه إلى حقوق عائلية. نفس الشيء بالنسبة لتوزيع الأراضي الزراعية، حيث أبرزت لكم خلال الصورة بتنغلفا تم توزيع سنة 94 باعتماد نفس النظام القبلي التقليدي لكل عائلة شريطها الخاص إن أنشأت استغلته وإن شاءت باعته. نفس الشيء بالنسبة للمجال السكني، حيث قاموا بتوزيع المجال السكني كذلك باعتماد نظام تبورت، وهو نظام لمن لا يعرف هذا المصطلح الأمازيغية، هو نظام توزيع الخيرات بين الأسر سواء كانت أراضي زراعية أو مياه، وهي يسمى بالحصة العائلية من الماء ومن الأرض. من نفس الشيء بالنسبة لعودة كذلك الساكنة لأشكال التضامن الجماعي من خلال عملهم على إنجاز محطات جماعية للضخ في سبيل مواجهة الأزمة المالية، مسألة ترك بعض الآبار الفردية مثلا للسقي أو للشرب لبعض الجيران الذين يعانون من أزمة الماء الشرب، محاولة كذلك تدخل المجتمع المدني في تدبير مياه السقي والشرب، وهو نظام تقليدي نظام عصري يعتمد على الجمعيات المحلية لتسيير الماء الشرب والماء السقي، لكن عن طريق المؤسسات التقليدية هي الجماعة ونواب الأراضي، بالإضافة إلى شفع الشباب المتعلم الذي أصبح يعود إلى المنطقة. على الصورة كما يبدو أسفل محطة جماعية لتسيير مياه الشرب عم تسيرها جمعية نفس باست. نفس الشيء بالنسبة للأعراب بعض الطقوس القديمة كطقس طبعاً جاء مثلاً وهو طقس أعادة الساكنة منذ سنة 2002 لاستجلاب المطر كما تعلمون باعتماد أنظمة جماعية للضخ العصري كما قلت. هناك كذلك في الصورة محطة جماعية لضخ مياه السقي في عدوان. أختم ببعض كباحث لابد أن أخرج بخلاصات، هو أن كما يظهر خلال سلسلة الأبحاث وخلال المسار التاريخي للتحول يظهر أن كما قالت جينيفيا الباحثة الفرنسية بتونس تقول بأن الماء صديق الأقوياء،
حيث كان قبل الاستعمار صديق الأقوياء بالسيف، وأصبح في الاستعمار صديق القوي بالسلطة السياسية والقوة العسكرية، كما أصبح حاليا صديق الأقوياء أقوياء المال أي المهاجرين الذين أصبحوا يحصلون على الماء أينما شاءوا عن طريق شراء الأراضي وحفر الآبار. وشكرا على تتبعكم. شكرا أستاذ محمد مهدان. هناك أطروحة للأستاذ نجيب بوطرب في تونس، فهو يقول بأن المغاربة يتميزون بدراستهم للقبيلة كونهم طوروا واختلفوا عن الدراسات الكولونيالية بكونهم طوروا مقاربة. وبالحال حينما ندرس ربما طروحات الأستاذ أحمد مرقية وطروحات الأستاذ الهراس نجد هناك مقاربة الثابت والمتحول هي المقاربة الأساسية لفهم القبيلة، ولكن اليوم الأستاذ محمد مهدان يطبق هذه المقاربة لفهم تدبير الماء، فهي مقاربة سوسيولوجية ولكن تبين على أساس أن هناك ثابت وهناك متحول في هذا التدبير. ننتقل إلى موضوع مع أستاذ حسن رامو. على فكرة هو الموضوع كذلك فيه تغيير، إذا كان تغيير في موقعه من حيث اللائحة.